بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم في برنامجكم ملك وكتابة. في الكرة المصرية، العدالة يتيمة أم مظلومة بأهلها؟ إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم وحلقة الخميس من ملك وكتابة، الحلقة التي تحمل الرقم 740. يبدأها المهندس عدلي بسؤال عن العدالة. أستاذ إبراهيم، أنا زهقت، يعني أنا مش عايز أقول بتحسبوا ليه. أنا عدول، طب ما بتحسبوش ليه؟ يعني حطونا معيار، يعني إذا كان الحاجات اللي أنتوا بتتحسبوا تطلعوا تدافعوا عن صحة القرار، مش معقول التناقض إن بنفس الأحداث وعندك نماذج ما بتتحسبش للأندية التانية. عندنا نماذج كتيرة وعندنا تفاصيل أكتر في حلقة مهمة، هذه أبرز عناوينها. مقالي وما قالوا أرجوكم وحدوها. الغربال ثقة بلا حدود وحدود الثقة. وعظمة لسانه أصداء لدى الأشقاء. والشموع الحمراء عن فؤاد أباظة باشا. لكن أسرار الملك عن سلوك يعيش دائما. وأخيرا مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. ده المحتوى بتاع حلقة النهاردة، بس عايز أقول لكم بداية، خلينا نحط حضراتكم في اختيارات مستر بيتسو موسيماني لقائمة الأهلي اللي دخلت منذ لحظات قليلة معسكر مبكر استعدادا لمباراة السبت مع المريخ إن شاء الله باستاد الأهلي والسلام. مستر بيتسو موسيماني اختار 21 لاعب، هم محمد الشناوي وعلو لطفي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة وحمدي فتحي وحسام حسن ومحمد شريف وحسين الشحات، أليو ديانج وعمرو السلية ومحمد مجدي قفشة ومحمود وحيد وعلي معلول ومحمد محمود وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم وطاهر محمد طاهر وكريم فؤاد ولويس ميكسوني ومحمد هاني وأحمد عبد القادر. خارج قائمة الاختيار للإصابة أيمن أشرف وأكرم توفيق وعمار حمدي وبدر بنون وصلاح محسن وأحمد نبيل كوكا ومحمود متولي ووليد سليمان. كل مرة بعد ما نذكر القائمة نذكر المصابين، أكنها قائمة. فيعني ربنا يلطف على الأهلي والله. وخلاص المسألة ما بقتش محتاجة يا ترى أسباب الإصابات إيه. واضح إن الضغط العصبي والنفسي والفني والبدني اللي أصبح يعني متراكم عبر كذا سنة لازم يكون له هذه التداعيات يعني. طيب ده كانت يمكن بعد تمرينة النهاردة، الفريق دخل المعسكر عشان يستعد بدري لهذه المباراة. الكابتن محمود الخطيب زار الفريق، التقى باللاعبين والجهاز الفني، والحقيقة اتكلم معاهم في كلام مهم جدا هنيجي لحضراتكم على تفاصيله بعد كده. لكن خلينا نقول لحضراتكم، الكابتن سيد عبد الحفيظ غاب عن هذا اللقاء اليوم لأنه كان إيجابي كورونا بقاله يومين ثلاثة. طبعا يشفي الجميع، الكورونا مش عتقة. يعني بقت عاملة زي دور البرد اللي كان بيجي ومحدش يلتفت إليه في كل البيوت. بس للأسف الكورونا دلوقتي يا أستاذ إبراهيم بدأت تسيب توابع، ما بقاش الخوف منها هي. بتقوم بس الضرر يجي لك فين بقى؟ في المعدة، في الكلى، في القلب، في ودي احنا شفنا يعني حالات كتير في اللعيبه، لان الكورونا مع المجهود بتاثر على الاجهزه الداخليه للجسم. ربنا يشفي الجميع يا رب. بنقول للدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الف الف سلامه، لانه ايجابي كورونا بقى له يومين وخاضع للعلاج وللعزل المنزلي، ان شاء الله سليمه وسريعا يرجع الدكتور سعد لممارسه عمله، وان كان الحقيقه بيمارس شغله بالتليفون. ما هو خلاص بقى هو الحقيقه يعني ان التكنولوجي حل الإشكاليات كلها.
فتقدر الكونفرنس يعني روم والمش عارف ايه والكلام ده بالفيديو. يعني كل الاجتماعات بتتم دلوقتي تقريبا معظمها بالفيديو. الشفاء للجميع. ويعني قد ياتي يوم يبقى العمل من البيوت. الف الف سلامه على كل الدكتور سعد والكابتن سيد عبد الحفيظ والسيده حرم، وان شاء الله يرجع سيد. يمكن النهارده طمني انه عمل رابيد تيست وطلع الحمد لله سلبي، مستني بس نتيجه المسحه اللي عملها، وبالليل هتبان النتيجه. نتمنى انه بكره يكون ان شاء الله سلبي ويروح ان شاء الله المعسكر يكون مع الفرقه في المباراه المهمه مع المريخ. يعني منطقي جدا بعد الجهود اللي بيبذلها سواء مدير النادي او مدير الكوره والاحتكاك المستمر مع الاتحاديات المستمر ايضا. كورونا، امال يعني هتيجي لمين؟ ربنا يشفيهم جميعا يا رب ويسلم اهالينا يا رب. طيب ده كانت يمكن اطلاله سريعه عن اللي حصل، لكن خلينا نشوف ضربه البدايه دائما مع مقالي وما قالوا. ارجوكم وحدوها خير. ما هو تبص تلاقي ماتش يخلص المعايير فتبتدي التبريرات للقرارات. ودائما قرارات التحكيم استاذ ابراهيم حتى تلك التي يعني يحكمها قوانين صارمه، لكن هي في الاخر زي الحدود اللي انت بتتكلم عليها، ممكن يجي يقول لك هي لا ترقى الى حدود الطرد، هي لا ترقى الى حدود ضربه الجزاء، هي لا ترقى. ومره يقول لك اصله لمسها، مره يقول لك هو رغم انه لمسها لكن الدخول المتهور يستحق عقوبه. واصبح المعيار بيطبق مش بـ 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 مش بمسطره واحده. ايوه. وهذا هو المؤلم. يعني اما تيجي بتناقش التفاصيل، نناقشها دلوقتي ولا في على فقرة؟ ما تجهز بس الحالات على ما تجهز. يعني تبص تلاقي نفس اللعبه تحتسب ضربه جزاء بسهوله جدا، ما تقدرش تقول ما فيهاش. لكن ما هي انت ما حسبتهاش هنا. يعني هذا المعيار الانتقائي هو. أيوة. قمه الظلم. ايوه. اذا تغيب العداله. يعني كان في بس يقول لك هو مش عارف ايه، ما لهاش اهل يسالوا عليها. هو العداله ملهاش اهل يسالوا عليها؟ لا ليها، بس اهلها اللي ظالمينها. ودي المشكله الاكبر. هتكلم مين؟ وبعدين من اول يوم قال لك الحكم الخامس طلع هو الظالم فشلوه ولغى اللاينز حامل الراي. وبعدين يتشال ويجي لك الفار اصبح يشارك في الظلم، بيحقق عداله في حاجات كتير. عشان لما يجي اللي بيدافع عنه يقول لك لا ده ظابط الاداء، ودي نسبه اخطاء مسموح بيها. ما هي نسبه اخطاء لما تتركز في اتجاه بتبقى ظالمه، لكن لما تتوزع على كل الحالات وحد المسطره، وحد المعيار. ففينا نستحمل منك هذا الكلام؟ يعني احنا في كاس العالم للانديه امتعضنا جدا من قرارات الحكم الفرنسي. لما جت ماتش الهلال فوجئنا ان هو ده معياره. بس طبقوا بقى، طبقوا ما ناقضش ضدك وطبقوا لمصلحتك. هما مسطرته واحده، المسطره بتاعته ما اخلش بيها. فتشعر، وهو المثل اللي بيقول لك المساواه في الظلم عداله. صحيح. عداله من زاويه تانية يعني. صحيح. فاحنا عايزين مساواه في الظلم، احنا عايزين مساواه في العدل. طيب عشان ما يبقاش كلام مرسل، احنا ان شاء الله في حلقه النهارده هتشوفوا حالات كتيره حصلت في الدوري السنه دي في المباريات اللي اتلعبت فيها هذه الازدواجيه القاتله من المعايير. لانه زي ما بيقولوا المهندس عدلي، يا سيدي استخدم مسطره واحده طبقها عليا وعلى الجميع، اللي تنفذوا عليا نفذوا على كل المنافسين. لكن غير معقول يا كابتن عصام عبد الفتاح، احنا بنتكلم على انه مجلس الاداره اتغير، النظام اتغير وبقت فيه رابطه انديه، اداره المسابقه اتغيرت، ولجنه الحكام اتغيرت من الداخل، وان فضل الكابتن عصام هو رئيس اللجنه. غير معقول ان النهج ده يفضل موجود، غير معقول ان الجماهير تشعر بهذه الازدواجيه القاتله، غير معقوله ان اللي يتطبق هنا ما يتطبقش هنا. كمان حتى الانديه المنافسه، يعني في كل مباريات الاهلي تسمع الساده المدربين. ايوه. بعد المباريات
انتوا فاكرين مدير الكره اللي كان يعني ركب فابريكيشن على طول هزاز مجرد بيتكلم على الاهلي لا بيناقشوا ويجي في مباراه التماس يوصلوا انهم يناقشوا رمية التماس ويجي في مباراه ثانيه الهزاز ده ما بينطقش ما حدش بيتكلم خالص هي دي الفكره يا جماعه في حقوق واضحه اذا كانت بتتحسب مع الاهلي او ضد الاهلي مع الزمالك او ضد الزمالك مع اي فريق خلوا الناس تشعر بالعداله العمياء خلوا الناس تشعر ان ده قانون بيتطبق ان القائمين على تطبيق قانون الكره هم بيطبقوه في كل الملاعب وفي كل المباريات لكن الازدواجيه بهذا الشكل سواء من مديرين الكوره او المدربين اللي محدش بيتكلم ومحدش بيطالب بحاجه ومحدش بيشتكي من حاجه الا في مباريات الاهلي فقط وكانه مباراتهم مع الاهلي مش بثلاث نقط هي بس اللي مسموح فيها بالاعتراضات واثاره كل المشاكل رغم ان المنافسه والمباريات الاخرى يحصل اللي يحصل محدش ينطق رغم ان المنافسه ممكن تبقى في المنطقه دي مش مع الاهلي يعني انت بتيجي الثاني والثالث والثالث والرابع وترتيب الفرق اللي هتلعب هنا ولا هنا ولا هنا هي دي الحالات اللي بتاثر على الترتيب يعني السنه اللي فاتت السموحه يظلم ظلم باين عشان يوم يطلع الثالث وما يلعبش ولا يطلع الرابع وما يلعبش الكونفدراليه عشان كان لازم يقدم النهارده الساعه 5 القائمه فخد بترتيب النهارده وفي ماتش بكره غير الوضع حتى نهاية الموسم مفيش عدالة مفيش عدالة كل واحد لو خد حقه خلاص الناس هتسكت حتى لو انت يعني المعيار كان صارما بس انت لما هتشوف انه لا ده هي دي مسطرة القاضي ده كده عنيف بس كل احكامه في اتجاه ده مش يجي يضغط عليك ويتسامح مع الاخرين هي دي النقطة يا أستاذ إبراهيم الحقيقة يعني وبقت كرة القدم لا دي فيها حقوق فيها حقوق وفيها مسألة يعني احنا بنقول صناعة واقتصاد ما ينفعش حتى المعايير الإدارية لا تطبق الشفافية هتطبق ولا مش هتطبق الترخيص وشروط التراخيص للمشاركة في البطولات الإقليمية هيطبق ولا مش هيطبق العقوبات التي توقع من الاتحاد الدولي هتنفذ ولا مش هتنفذ ولا هتنفذ بشكل انتقائي اسماعيل يتخصم منه نقاط ويتحرم مش عارف من ايه وغيره لا طيب فانت مثلا لو كان المعيار واحد الناس هتسكت طب انت بتساعد النادي هل انت بتساعد كل الانديه ولا حالات وعلى فكره لو انا حد ساعدني انا في الغلط مره واثنين وثلاثه انا هسترخي وهيضيع مني حدود الصح فمش هقدر اطور نفسي حتى يعني انا اما اقعد ابرر لابني ما بيذاكرش لا اصل المدرس مش عارف ايه لا اصل السؤال جاي ازاي لا اصل المراقب كان بيزعق وارباكه لا اصل مش صح تعالى يا ابني انت الحقيقه ما ذاكرتش وحتى لو كان بيحصل كده لكن السبب انت مش هم عوامل لو انت مذاكر ومستعد مش هيقدروا ياثروا عليك صحيح فما بتفيدش حتى اللي بتساعده انت بتضره المعيار لازم يكون ثابت وما احناش يعني احنا بنقول الكلام ده واحنا مش مأذيين لحد دلوقتي بالشكل اللي غير في الترتيب قوي يعني لكن اذا استمرت الامور على كده ما انتش عارف توصل ازاي لا يمكن القبول بمعايير تحكيم الموسم الماضي انها تستمر هذا الموسم وبعدين لما الانديه تطلب في ماتشات معينه حكام اجانب لازم يستجاب لها لا هذا لا يهين الحكم المصري بيعفيهم الحرج بيعفيهم الحرج على فكره عصام فتح لك ما عنديش مشكله اللي يطلب في مده قانونيه معينه عشان ناخد وقت نستخدم حكم يعني ارجو ان الكلام ده يعني يبقى ينفذ لان عايزين الناس كلها تستمتع بكرة القدم ولا يمكن أن يتم الاستمتاع بحاجة أنت لا تشعر بالظروف أو العدالة في التطبيق يعني نتمنى ده يحصل إن شاء الله بالمناسبة النهاردة السفير الألماني في القاهرة هارتمان سفير ألمانيا في القاهرة زار النادي الأهلي
زار النادي الاهلي واستقبله الاستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي، والمهندس خالد مرتجي نائب رئيس النادي، والاستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس الاداره. الراجل جاي علشان انتوا عارفين كان في بطوله الدبلوماسيين لكره القدم بين فرق السفارات، يعني كل سفاره في القاهره عندها فرقه، والاهلي اعتاد في السنوات الاخيره بيستضيف هذه الدوره بالتنسيق مع السفاره الالمانيه اللي بتنظم البطوله. طبعا بسبب ظروف الحرب الروسيه على اوكرانيا تم تاجيل البطوله، فالسفير الالماني جاي عشان ياكد للنادي الاهلي شكره وتقديره للدور اللي النادي بيلعبه معاه. والحقيقه الراجل هنأ مجلس الاداره على الفوز ببطوله افريقيا وعلى الميداليه البرونزيه لبطوله العالم، واخذ صور تذكاريه مع دولاب البطولات ومع كاس افريقيا، وثمن الدور الكبير للنادي. ويمكن كان حديثه يا باشمهندس اندهاشه من حجم الشعبيه الكبيره للنادي الاهلي. خلاص بقى احنا اعتدنا على هذا الكلام لانه ده رصد لامر واقع. والناس ما هو كنا زمان بنقول النادي يضاهي اكبر الانديه على مستوى العالم حتى بشعبيته، ما كانش حد بيصدقنا. تم اما انت بتلمس هذا لما بتروح تلعب حتى في الخليج، ولو رحت لعبت في اوروبا هتلاقي هذا المشهد. انا بقول لك هتلاقي هذا المشهد. هيبقى لك جمهورك. وده الحقيقه النادي الاهلي اعتبره هو راس حربه الكره المصريه، ويعني لا يحتكر هذا الفضل لوحده، ولكنه هو المعبر بشكل واضح الموجود على الساحه الان. لكن الكره المصريه التي هي في زعامه الكره الافريقيه تستحق هذه المكانه التي يهيئها لها النادي الاهلي. وعايزين كل الناس تشتغل وتساعد كل الانديه انها تبقى يعني تساعد في هذه المكانه. احنا عيب ان احنا ما نروحش كل مره كاس العالم. عن افريقيا في خمس يعني فرق دلوقتي، يعني النظام اصبح واسع. مش هنبقى من خمس فرق تروح كاس العالم. يعني ينبغي، وده لن يتحقق الا اذا كنت انت قوي داخليا عشان تقدر تعمل منتخب يتعمل صحيح. حسابه صحيح. يبقى منتخب نتاج قوي داخليا ازاي؟ مسابقتك رغم ان فيها التنافسيه اللي فيها تجعلها من يعني من اكثر الدوريات اثاره. في تنافسيه عاليه جدا الشعبيه بتاعتها، ولكن اسلوب اداره المسابقه هو اللي لازم يتغير، لازم يدفع التنافسيه بالشكل العادل، وده اللي بيخلي واحد يتكلم. ما تبقاش الامور ان احنا عمالين نتحكم في الترتيب وفي النتائج وفي توزيع الادوار، ما ينفعش. طيب ده كلام مهم جدا، هنطلع الفاصل وبعد الفاصل كلام اخر اكثر اهميه. ما تخافش على اهلا بحضراتكم جديد، وما تخافش على الاهلي طالما الاهلي عنده هذا الحرص على مسيرته الرياضيه بكل ضوابطها وبكل التزاماتها. عشان كده كان هناك كلام كثير في الغربال، ثقة بلا حدود وحدود الثقة. حلو العنوان، قول يا فيلسوف. حلو العنوان، لكن في كلمة بتترجم المعنى وتربط ثقة بلا حدود وحدود الثقة. كلمة واحدة. ثقة بلا غرور. هي حدود الثقة. يعني لما تثق ولكن بدون غرور، هي دي حدود الثقة. انك لو انت تجاوزت الى مرحلة الغرور ما بقتش ثقة. فهو ده المعنى اعتقد اللي كان يقصده الكابتن. ما تطمئنش انك انت تثق نفسك انك انت الافضل، يبقى اي حاجة مقبولة منك، أو إن المسألة محسومة قبل أن تلعب يعني. فلما تبقى ثقتك بلا غرور هتفضل تبذل الجهد المنضبط المتفاني اللي يحميك من المفاجآت. أول ما تحس إن أنت المسألة جاية لا، هتلاقي حاجات من النوع اللي ما طيب. بيحبوش. بصوا، الأهلي خارج من مباراة كبيرة فاز فيها برباعية وعمل عرض هايل جدا. كابتن محمود الخطيب النهارده حرصه على انه يكون مع اللعيبه قبل دخول معسكر مباراه المريخ. لاحظوا انه
اللقاء جاي بعد انتعاشه وانتشاء في نشوه لفريق كسبان. ما هو ايه دلاله الزياره واللقاء؟ اتلسع من الشوربه. ايوه، لا دلاله اللقاء، والكابتن خطيب بيقول للعيبه والجهاز الفني احنا ثقتنا فيكم بلا حدود، انتوا على درجه عاليه من الكفاءه، على درجه عاليه من المسؤوليه، جمهوركم اللي انتوا فرحتوه كتير في المواسم الاخيره عنده ثقه كبيره فيكم، وطالبهم طبعا بالتركيز وعدم الالتفات الى اي تعثرات فاتت، بالاشاره الى مباراه سان داونز، لانه انت بتتكلم على فريق واخد لقب دوري الابطال سنتين ورا بعض، ما بتحصلش كتير، فريق واخد الميداليه البرونزيه لبطوله العالم سنتين ورا بعض، وما بتحصلش خالص لاي فريق شارك في كاس العالم للانديه، ما حصلش في فريق في العالم شارك في كاس العالم للانديه خد ميداليه سنتين ورا بعض، حافظ على رقمه أو على ترتيبه سنتين ورا بعض، ما حصلتش لأي فريق في الدنيا. فلما رئيس النادي يكون عنده اللقاء مع اللعيبة ويطمئن عليهم ويقول لهم الكلام ده قبل ما يدخلوا معسكر مباراة المريخ، لا في رسالة كبيرة. شوف أنا فهمتها بطريقة كمان تانية. آه. مش بس إن إحنا واثقين فيكم. آه. هم عارفين إن إحنا واثقين فيهم. أي. هي دي المشكلة. هو أنا يكاد تكون الرسالة اللي يعني في رأي العبة وصلها لهم، لأن أنت ماتش سان داونز جه بعد رباعية المقاصة. أيوه. فعايز يقول لهم نثق فيك وتثقوا في نفسكوا، لكن حدود الثقة أوعوا تتحول الثقة إلى غرور. وإلا يحصل انتكاسة. لما كسبنا تاني أربعة، وأنا بقول لك إن النتائج الكبيرة بتخوفني. أيوه. لأن بتهمد. أيوه. بتخدعك. مش بتخدعك، بتضحك عليك، بلاش تخدعك. فهو حابب يقول لهم كده، خلي بالكم احنا خسرنا سان داونز بعد رباعيه المقاص. الرباعيه دي مش معناها ان احنا هنكسب المريخ. ايوه. المريخ ده اعتبر ان انت داخل المريخ وهو حظوظه الافضل. هو دي الطريقه الوحيده. هي دي حدود الثقه بقى. اه. ثقتك ما تزيدش، ليها حدود. اخاف من المريخ والعبه على أيوة. هذا الاساس. ايوه. اعمل حسابه. ايوه. احترمه. ايوه. خاصه ان هو الموضوع بقى بيني وبينه دلوقتي. بالظبط. يعني انا عشان العب ضد المريخ لو كسبت هتجاوز ال 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 يعني هبقى في النقطه الحرجه التنافسيه. لا قدر الله حصل اي حاجه تانية، لا ده انا بقيت على كف عفريت فعلا. فما ينفعش ان احنا يعني نثق بلا حدود. الحدود بتاعتي اوعى الثقه تتقلب لا مبالاه او غرور. ايوه. هي دي بقى حدود الثقه. اذا كنا واثقين فيكم بلا حدود، فهذه الثقه ليها حد، انك انت تبقى مدرك المسؤوليه اللي عليك، تبقى مدرك ان احنا في مباراه سان داونز ضاعت مننا فرصه الفوز بسبب اللعيبه، لانه اللعيب لما بيهدر فرص كتيره قدام المرمى والتركيز يضيع قدام المرمى، الفريق ما بيحققش المردود بتاعه. لا كده، ده مقوله اللي بيضيع يستقبل. دي اصبحت بتتحقق في معظم الماتشات. بالظبط، وكانه قانون. وكانها قانون، لانك انت فعلا لما بتضيع كتير الثقه بتهرب منك، بتتوتر، المنافس على العكس بياخد ثقه، بينقض، بيسجل. زائد انك بتندافع، انت حاسس بتفوقك. فبتندافع عايز تخلص. بتهمل التوازن بتاعك. انت شوف الماتشين بتوع السنه اللي فاتت اللي ضيعوا الدوري. بيراميدز وسموحه. انت كنت عامل ازاي؟ صحيح. وتهرب منك الماتشين. بس فدي فكره التاكيد الكابتن خطيب للعيبه على الثقه، انت تكون واثق في نفسك، واثق في قدراتك، لكن في نفس الوقت واثق ان وراك جمهور كبير لا يقبل الا الفوز، وانتوا قدها وعملتوا اكتر منها وعملتوا الاصعب. فعشان كده اعتقد كانت زياره الكابتن خطيب للفريق قبل دخوله المعسكر ليها اهميتها الكبيره في التاهيل المعنوي والنفسي والتجهيز الذهني قبل دخول معسكر المباراه، اللي انا قلت لحضراتكم القايمه اللي اعلنها مستر بيتسو موسيماني، واللي الحمد لله اكتملت يمكن بكل العناصر. لان عجبني كمان حرصه يا استاذ ابراهيم. انه يلتقي باثنين كانوا محور الحديث الماتش اللي فات. ايوه. حسام حسن. ايوه. ويشعر انه كان خارج وهو عنده احباط شديد. وعبد القادر، احمد عبد القادر. ايوه. ويشعر ان عنده توهج وثقه برضه شديده. ايوه.
فكان لازم كل حاجة تتحط في حجمها. أيوة. يا ابني ما تنكسرش، يا ابني ما لا تأمن. طب انت رأيك كيف في موقف حسام حسن وإحساسه؟ يعني أنا عجبني مين اللي قال لازم يبقى شخصيته أقوى من كده، لأنه المسألة مسألة في النهاية يعني ما تبقاش العملية أنك تشفق على نفسك وتريد الناس أن يشاركوك هذه الشفقة، لأن اللعبة مش هبة. أيوة الكرة مش هبة بالضبط، وخصوصا ما يبقى عندي أنا ضيع وقتي ليه وأنا عندي البديل. أنت انتزع الفرصة، تنتزعها إزاي؟ في اللحظات القليلة اللي تنزل يبقى لك بصمة، تقوم تزيد مساحة المشاركة. البصمة مش ضروري إنك تجيب جون، تبقى مؤثر، أحدثت تغييرا. ما تبقاش خارج وأنت ما يعني أفضل كل شوية عايز فرصة. أنت ما تنساش يا حسام إنك أنت مش مظلوم بالمعنى الكلمة، أنت كنت مصاب لفترة. ورجوعك يجب أن يكون متدرج، لأن في ناس اتوجدت في المكان ده وثبتت. أيوة. تنافس، وعلى فكرة دي المسحة اللي اتعملت للعيبة، مسحة المباراة. اتفضل. المسحة ما بقتش زي الشنيور كده دلوقتي، ده الناس بتنطها كده. أنت اتخضيت لما شفت الله. افتكرت أجوية. فأنا عايز أقول يعني لا، خلي بالك إنك أنت تكون يعني ويحضرنا هنا ضروري النموذج بتاع ابو جبل. ايوه قاعد وما عندوش فرصه انه يلعب الا اذا اصيب الشناوي، فلما تحصل اللحظه. لو كان ابو جبل، هو ابو جبل تالقه ايه؟ ان كمان الظروف حطته في ضربات الجزاء اللي هي بتبقى مؤثره جدا. احدث الفارق، عمل اللي عليه. ايوه في الاثنين. ايوه انت بعد كده ضيعت فخسرت الفاينل، لكن هو عمل اللي عليه. هو انت عايز منه يصد لك ضربه ولا اتنين عملهم؟ فانت اللي انا عايز اقوله لازم ما تقعدش بقى يعني حلوه كلمه الصعبانيات اللي بتقولها احيانا وما بتستخدمهاش كتير دلوقتي. انك انت ما يبقاش همك انك متضايق على نفسك وعايز الناس يشاركوك هذا الضيق. هو ايه العمليه؟ انت راجل لعيب كوره، والكوره مش على حال واحد. زي ما انت هتاخد فرصتك على حساب ناس، الناس اللي موجوده دي واخدها على حسابك دلوقتي. اه بالظبط. لكن الروح حلوه. يعني انت بتشوف المنافس بتاعه اللي راح يواسيه وياخده في حضنه. كان محمد شريف. ايوه. اوعى لو قعدت الشعور ده يتنامى عندك، بعد شويه الشعور ده هيتلاشى عندك، شعور التلاحم. وان احنا كلنا قلبنا على بعض. فالفرقه محتاجاكم كلكم يا جماعه. كل لعيبه الاهلي لعيبه محترمين، كلهم لعيبه كويسين، والا ما كانوش جم الاهلي. أيوة. يعني حسام حسن ده بعد تدقيق سنتين. ايوه. وجه، بس انت عليك تحدي تاني، مش زي ما انت في سموحه. جيت اصبت، خدت اول ما جيت خدت الفرصه، بس اصبت ماشي، ابتدي من اول السطر. لان دورك جاي. ده بمناسبه حسام، مش تحديدا لحسام، اللي زي حسام. ايوه الحالة دي. كمان احمد عبد القادر ما تعبرش او ما تحاولش تقنع الناس بانك لعيب مهاري، خلاص هم عرفوا. أيوة. عايزين المهارة بقى دي نشوفها وهي بتوظف. يعني في لقطة اختزلوا على السوشيال ميديا اللقطة، وقال لك شوف الابداع اللي بيعمله احمد عبد القادر. رقص يمين وشمال ويمين وشمال، وانا شايف حد على الشمال جنبه لو كانت اتزقت له بعد اول ترقيصه كان جري وانفرد. ولعب لك انت ولعب لك بالعرض، ما انت تجري تاخد مكانك. لكن انت استمتعت بالترقيصه والجمهور معاك، بس مش ده القرار الصح. يعني انا رايي ده قرار انا يعني احب الفت النظر عليه. يا عم انت الكره بتاعت ماتش الهلال السعودي مش كده ولا؟ لا الماتش بتاع امبارح ده. رأس يمين وشمال ويمين وشمال، حد على شماله في فدان لوحده. لو زقها له كده كان هيجري على الجول. فراح لاعب في الناحيه الثانيه. ممكن تكون اللعبه دي على فكره اصفرت على جول برضه في النهايه. بس اللعبه اللي انت عارف اللعيب اللي كيفني، انك انت وانت قاعد بتتفرج وايدك كده في الميه مش في النار، وشايف الملعب تقول له ايه؟ العبها هنا.
تبص تلاقيه هو في الفاضيه اللي انت نفسك يلعبها فيه يروح، يبقى ده راجل كاشف في الملعب وعارف دوره. لكن احيانا اللعيب عايز يعبر عن مهارته، خلاص انت وصلت للناس، انت لعيب مهاري، ومن اول لقطه انا قلت لك ده لعيب بطعمه مختلف. ايوه قبل ما فاكر، ايوه قبل ما كان يعني يعني يعبر عن نفسه بالقوه دي. وهو الحقيقه لعيب بطعمه مختلف. بيرسي تاو لعيب بطعمه مختلف. ما تزودهاش يا بيرسي، خلاص العب على طول، ما تعقدش الفكره انك لازم تجيب جون حلو. انت تجيب الجون الناس هتقول لك الله عليك. ايوه اي جون. ايوه ولذلك انا بيعجبني شريف في الحته دي. مش حريص يجيب جون حلو، عايز ان شاء الله يغمزها، فبيروح على الحته المتوقعه. التوفيق غاب عنه شويه لكن هتفتح معاه، هتفتح معاه. ولازم برضو ما تستعجلش انها تفتح معاك، لان اديها للي جنبك واللي جنبك اديها لك. يا الجون اللي جابه قفشه بقى، ما هنتكلم بصراحه. ايوه الجون اللي جابه قفشه، اول جون الانفراد من نص الملعب بتاع رامي ربيعه. ايوه لو تاخد بالك ان قفشه في الاول عملها لشريف كان اضمن، بس هو لما مشي خطوه المدافع قفل عليه فشاط. الشوطه خبطت في اهي. لا مش دي، ده الجون اللي جابه دي، ده ابداع شريف. ايوه الجون اللي بعديه بقى يا جماعه، بما انكم يعني عايزين تربطوا معانا، لو عايزين تربطوا معانا هاتوا لنا اهي، هي دي. بص الاثنين دول كده، شريف بيعمل ايه؟ بيوسع له. لو اتعملت بالعرض كان شريف حطها في الجون الفاضي. الكره دي فيها ريسك، ان بعد ما خبطت في رجل الجون كان ممكن تروح في العارضه وكنا هنزعل عليها. فكان الافضل ايه؟ نلعب السليم. أيوه. جون حلو وكل حاجه لكن لو لعبها لشريف كان بقى قفشه ده عبقري زمانه في رايي. ودي مثلا حاول يلعبها، انا افتكرته الاول فوتها بس هو حال على لعبها لا مخنوقه، ف يعني ما ملاش رجله قوي، راحت لقفشه. لا هو ملاش رجله قوي برضو، تصرف سليم منه، لان لو مال رجله قوي كانت هتروح في بطن الجون. يعني طبعا قفشه رؤيته لما بيحب وهو معلوم بيلعب ازاي، وحسين خدمته. انما يعني التحرك كله حلو. أيوة. الاجوان فيها تحرك، كل الاجوان اللي جت، وفي جوان ضاعت احلى منها كمان. فالماتش كله على بعضه كان اللعيبه تقول والله عندنا ما كانش فيه توفيق، لا ما كانش فيه برضه حته ان احنا نحسم وما نستسهلش الماتش. طيب هنرجع طبعا بتفاصيل اكيد للفوز الكبير اللي حصل على فاركو واستعاده الاهلي لصداره الدوري، لكن واحنا بنتكلم على لقاء الكابتن الخطيب مع اللعيبه قبل دخول المعسكر، الفريق دخل المعسكر بكره ان شاء الله هيتمرن تمرينه الساعه 5 في ملعب مختار التتش من خلال المعسكر. مباراه السبت مع المريخ هيديرها الطاقم الانجولي هيدلر مارتينيز وبيعاونه ثنائي جيرسون ايميليون وموليدا موس. مارتينيز الحكم بدأ مسيرته التحكيمية الأنجولي سنة 2008، يعني وقت ما بدأ كانت مصر بتاخد كاس العالم 2008. مارتينيز قاد آخر مباراة له للمنتخب المغربي قدام ملاوي في الجولة 6 والأخيرة في تصفيات أو في التصفيات اللي أهلت لكأس الأمم. مارتينيز سنه 42 سنة، أثار كتير من الجدل، وبالتحديد لو تفتكروا مباراة الزمالك وحسنيت أغادير، لأنه مع المساعد بتاعه تغاضى عن هدف صحيح لحسنية أغادير بعد ما الكرة تجاوزت خط المرمى اللي قعد عليها، والكرة تقريبا فقست جوه الشبكة وما حسبهاش هدف. هو بيني وبينك دي مسؤولية مشتركة، ما كانش فيه فار وقتها مش كده؟ ما كانش، لكن في حكم راية. يعني دي كانت هو لابد أن ينبهه ليها. هنخش بقى في فكره ان اصل الزاويه واصل واحد واقف قدامه اصل الكره سريعه اصل، لكن يوميها لا كان في حاله واضحه طبعا. هو برضو يعني تجاوز عن هدف لحسنيت أغادير، وكمان لو تفتكروا ما احتسبش هدف صحيح لابراهيم حسن لاعب الزمالك في هذه المباراه. اذا طب تعالى بقى نقف هنا. يعني اذا كان تغاضى عن هدف صحيح في هذه المباراه لابراهيم حسن وحسب هدف او تغاضى عن احتساب هدف ضد الزمالك، يبقى هو ده معياره. يعني هو ما كانش بيأثر
او يواجه النتيجه. طيب المباريات اللي ادارها الحكم الانجولي اللي هيدير مباراه الاهلي والمريخ، اثنين في تصفيات افريقيا لكاس العالم وحكم مباراه في كاس الامم الافريقيه، واثنين في امم افريقيا كان حكم رابع، واثنين في الكونفدراليه ومباراه في دوري الابطال، وثلاثه في دوري الابطال كحكم رابع. خبراته حسب ما هو واضح مش بالشكل اللي يخليه حكم من التصنيف الاعلى. المجموعه الاولى الاهلي هيدخل مباراه السبت عنده نقطه واحده، والمريخ عنده اربع نقط، والصن داونز طبعا متصدر عنده سبع نقاط، والهلال السوداني عنده نقطه واحده. الهلال في الجوله ديت هيلعب مع صن داونز. يمكن المباراه ديت، اسف، المباراه دي متاجله من الجوله الاولى، لكن في الجوله الرابعه بقى 12 مارس صن داونز مع الاهلي في بريتوريا، والهلال والمريخ في الخرطوم 11 مارس. الاهلي والمريخ مؤجل من الجوله الاولى. بكره ان شاء الله مستر بيتسو موسيماني وكابتن الاهلي هيحضروا المؤتمر الصحفي اللي خاص بالمباراه الساعه 8، وبعديها كمان هيكون المؤتمر الصحفي اللي خاص بالمنتخب او بفريق المريخ. المؤتمرين في قاعة المؤتمرات الخاصة باستاد الأهلي والسلام. الفوز الكبير اللي الأهلي حققه، يمكن الجمهورية قالت الأهلي بيرفض التنويم، الأهلي يرفض التنويم المغناطيسي الإنجليزي ويبحث عن حل لمنع إهدار الفرص. موسيماني بيقول للاعيبته لا تخذلوا جماهيركم أمام المريخ. والأهرام قالت طوارئ في الأهلي قبل مواجهة المريخ السوداني. موسيماني بيحذر اللعيبة من خطورة الموقف في البطولة القارية. والشروق قالت الأهلي بيطلب زيادة أعداد الجماهير أمام المريخ في اختبار طبي لأيمن أشرف، وعبد الحفيظ ينفي طلب تأجيل بيراميدز. وهنا عايزين نقف عند نقطتين. النقطة الأولانية الخاصة بالحضور الجماهيري في المباراة. اتصلت بالدكتور سعد الشلبي المدير التنفيذي، قال لي احنا طلبنا زيادة عدد الجماهير، لكن احنا بنقدر الظروف والحالة اللي بتسمح بتحديد العدد ل5000، لكن مع مزيد من الالتزام ومع مزيد من التعاون نتمنى انه الساعة تزيد. الاهلي بيطلب ان الملعب يمتلئ، بيطلب الساعة الكاملة للملعب، لكن الظروف ما تساعدش على كده. الاهلي بيقدر هذا الظرف، وفي نفس الوقت بيأمل في مزيد من التعاون علشان فعلا ترجع الجماهير كاملة في الفترات الجاية. نتمنى هذا طبعا. مسألة رجوع الجماهير كل إضافة زيادة انتصار للكرة المصرية. لكن أنت يعني في كان موضوع أثير. أيوه. وأثير إن ده طلب الجهاز الفني. الأهلي لما المريخ طلب منه ملعبه ويوم السلام سابهوله وطلب إن يبقى ملعبه هو الاستاد. في همهمة دلوقتي أو تمهيد إن كيروش بيقول لك لا ريحوا الاستاد. لا، ده وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي قالها صريحة. قال إيه؟ إنه كيروش طلب إراحة الاستاد فمش هيتلعب عليه إلا ماتش المنتخب. أهم في إيه بقى؟ إنه ممكن يقول لك الأهلي ما يلعبش عليه. ما هو الأهلي هيلعب في الملعب السلام، ملعبه. الفكرة كلها يا أستاذ إبراهيم إيه؟ استاد القاهرة ده يقعد 3-4 سنين ما يشمش مباراة. وإذا تلعب عليه 3 مباريات ورا بعض يعيا، لدرجة إن أنا الله يمسيه بالخير عزم قريطم كنت بقول له هو النجيل بتاعكم ماركت خد الهوانم ما يستحملش الدوس. يعني أنت إيه الهدف من إراحة الملعب ده بالشكل ده؟ هو لما النادي الأهلي يلعب كل 15 يوم ماتش عليه، ولا ماتشين حتى في الأسبوع عليه، ده كلهم كم ماتش العملية؟ يعني اللي باقي لك انت هتلعب 3 ماتشات على ارضك، 3 ماتشات هيبوظوا الملعب. اللي هو لسه يوم 25، يعني ماتش المنتخب 25، يعني فكره برضه حق يراد بيه باطل بصراحه. يعني انا ما تسوقليش الفكره دي، وما تسوقليش اصل المنتخب اللي يعوزه نغمه تصدير المنتخب ومصالحه مع النادي الاهلي نغمه غير حقيقيه. لما يكون في ايدك حلول حل،
لكن انت هتبعت، طب المريخ يلعب على وي والسلام والاهلي يلعب على وي والسلام دوري وافريقيا ازاي يعني؟ طيب الجانب السوداني الشقيق بقى بيجهز كل ترتيباته للمباراه المهمه، والمدرب الانجليزي للمريخ لي كلارك بيطلب من محلل الاداء عندهم ايمن اليماني انه يقدم له تقرير مفصل عن النادي الاهلي بكل ما فيه من النواحي الفنيه. ايمن اليماني حرص مع طاقم الاحمال المصري اللي بيساعد المدير الفني الانجليزي في المريخ على متابعه مباراه الاهلي الاخيره سواء مع سان داونز او مباراته مع فاركو علشان يقدموا التقرير، وده مساله مشروعه في هذا التجهيز. بعثة المريخ أيضا اللي مقيمة في القاهرة بتكمل إجراءات الترتيب لحضور جماهير السودان الشقيق المباراة، وبتخصص لهم تذاكر مجانا لحضور المباراة. نائب رئيس نادي المريخ للشؤون المالية والاستثمار ورئيس بعثة الفريق اللواء نور الدين عبد الوهاب ونائبه عبد المحمود السماني عقد اجتماعا تنسيقيا مع نائب رئيس النادي للشؤون الرياضية الكابتن عادل أبو جريشة بمقر إقامة البعثة بأحد الفنادق الكبرى علشان يرتبوا حضور الجماهير. والحقيقة هنا المريخ عامل مع النادي الأهلي حالة تدرس. بصوا المنافسة بين الأهلي والمريخ فيها شرف، لكن فيها شرف، فيها نضج، فيها احترام، فيها ألفة، فيها أخوة، فيها حاجات كتيرة قوي حلوة. خدوا بالكوا المريخ اول ما طلب من النادي الاهلي انه يستضيف مبارياته الاهلي رحب بكل ود وتقدير للجانب السوداني الشقيق. الناس اقاموا في القاهره بيلعبوا مبارياتهم بيتمرنوا، المعامله في درجه عاليه من الرقي والاخوه والاحترام ودفء المشاعر رغم المنافسه، رغم ان كلاهما يرغب في الاطاحه بالاخر او على الاقل يفوز بالمباراه عشان يستفيد منها. لكن ده مثل جميل يا باشمهندس، مثل جميل، وهو ده بيلخص من اجل هذا تلعب الرياضه. وايضا بيلخص ما هو الـ 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 البناء على الايجابيات بيبطل الحجج. صحيح، لان كل ما التهبت الامور يبقى انت بتدي لنفسك شماعات قبل المباراه عشان تستند اليها. الطبيعي ان يبقى في حميميه، في علاقه ودوده بيننا وبين اشقائنا في السودان. وخلي بالك طول عمري بقول لك الهلال جماهيره اهلاوي اهلاويه والمريخ جماهيره زملكاويه. الحدود دابت دلوقتي، ما بقتش عارف الهلال عنده تقدير جماهيري في الهلال وفي المريخ. بالظبط كده. لا واحنا والاثنين لهم تقدير عندنا طبعا بدون فواصل. فنتمنى باستمرار وبالذات على لسان المسؤولين المسألة، وانت بتحرص على حقوقك لا تسيء او لا يعني تثير الجدل اللي يدفع الى التوتر. نتمنى المباراة تخرج في اطار الروح الرياضية وان الجميع يعني يخرج منها. على فكرة انت ممكن تخش في التنافس وتطلع وصلت او ما وصلتش، بس كسبت الاحترام، ده لوحده هدف. انك تكسب الاحترام الفني والتربوي وتطلع وانت سايب ذكرى طيبه وبتمد جذور من الالفه والمحبه، هذا انتصار. فنتمنى ان الصوره تكمل للاخر بالشكل ده. لا انت كمان اشرت لنقطه مهمه اللي هو كلام المسؤولين بقى. المسؤولين لانه فعلا في النهايه الجمهور بيتلقف كلام المسؤولين. كلام لما يكون ناس عاقله وناس ناضجة وناس عارفة حقيقة العلاقة ومقدرة طبيعة العلاقات الأخوية اللي بجد وطبيعة المنافسة الرياضية ومسؤولية الكلمة. على فكرة من النماذج الطيبة الجميلة الكابتن عادل أبو جريشة المسؤول عن نادي المريخ، نشوفه تحدث لأون تايم سبورتس. قال إيه؟ شايف المباراة إزاي يا فندم من وجهة نظرك؟ مباراة واحدة من مباريات المجموعة فيها فايز ومنتصر ومتعادل، ونتمنى ان نكون احنا المنتصرين. يعني شايف الوضع ازاي في المجموعه؟ المجموعه حتى الان لسه يعني ملامحها
الرئيسية لم تتضح بعد يعني. شايف ان مباراة الاهلي والمريخ هتبقى فاصلة في ترتيب المجموعة؟ والله لسه دي احنا بالنسبة لنا المباراة الثانية. لعبنا مباراتين والمباراة القادمة هي المباراة الثانية. وبنفس الغدر الاهلي لعب مباراتين ومباراة ثالثة معانا. فلسه في ثلاثة مباريات أخرى يعني. فهي اللي بتحدد المجموعة، وأنا شايف إنه المجموعة دي لغاية آخر مباراة يمكن يكون ملامحها هتظهر بعد آخر مباراة. تعليق موضوعي واقعي، ربما تمتد يعني جولة الحسم إلى آخر جولة. طيب، وده كان كمان رأي الكابتن شطة. بس دي رهن بإيه؟ الأهلي الماتش الجاي ما لازم يحقق فيها إن شاء الله النتيجة إيجابية. كابتن شطة بقى نجم الأهلي والنجم السودان، واحد من نجوم السبعينات والثمانينات في الأهلي، أكد في تصريحات له إن المباراة صعبة للغاية في ضوء النتيجة اللي حصلت للأهلي مع صن داونز. قال إن الأهلي خلاص ما قدموش إلا طريق واحد فقط، هو تحقيق الفوز بالمباراة، وإنه يروح كمان يعمل نتيجة إيجابية في صن داونز. وقال كابتن شطة إنه فريق المريخ السوداني بيمتلك خط دفاع منظم وجيد جدا، كمان عنده لاعب أكثر من رائع في نص الملعب هو السمان الصاوي اللي بيعتبر من أخطر عناصر الفريق. وقال المريخ كمان بيتواجد في مصر من فترة، اتدرب كويس، بيستعد كويس، تأقلم على الملعب كويس، عنده طموح كبير في البطولة. وأضاف الكابتن شطة أنه بينصح بيتسو موسيماني بضرورة تواجد محمد شريف ومحمد أفشة في الملعب في ظل حالة التفاهم بين الثنائي في الخط الأمامي، كما يجب دخول أليو ديانج لتشكيل الفريق وما يمتلكه من قوة وخبرات. كمان أضاف الكابتن شطة أنه أنا هشجع الأهلي أمام المريخ مثل ما أفعل دائما بتشجيع الأهلي أمام أي فريق في العالم. ده كابتن شطة اللي بقى راجل أهلاوي مصري سوداني جميل، هو عايش في مصر بشكل دائم. أيوة. حياته ونجاحاته ومستقبله وماضيه تحقق في النادي الأهلي، مفهومة حتى مش الأخوان في السودان مش هيزعلوا منه يعني. طيب، في التعليق بقى ما بين ربط بين المباراة المحلية مع المباراة الأفريقية، الأستاذ محمود معروف في عموده تيليكس النهاردة في الجمهورية بيقول للأهلي فالحين تهزموا فرق الدوري المحلي بالأربعة، اتشطروا على صن داونز اللي هزمكم في القاهرة يا أبطال أفريقيا. دي شماتة بقى ولا لغة غريبة قوي يعني؟ آه. يعني أستاذ محمود معروف وكأنه يستكثر الاستحسان على نفسه. ما قال جملة طيبة. مستحملش. من أسبوعين. قالنا بأسبوع. وقلنا له والله يعني يا ريت تكمل كده. مفيش حاجة اسمها فالحين وشطرين. فالحين يا مش عارف افريقيا تخسروا. فالحين احنا هذه هزيمه ظروف وليست هزيمه مستوى. استاذ محمود، العالم كله ينظر الى الاهلي بنظره يعني معلش يا ريت تنظر انت ايضا بجزء منها، وبنقبل منك اي يعني، بس اسلوب اللي ينضح بالشماته ده لا يليق بناقد بحجم الاستاذ محمود معروف. انت عارف على حكايه الجمله العبقريه ان دي هزيمه صدفه مش هزيمه مستوى، هزيمه مباراه. عجبني جدا تويته كتبها او بوست كتبه الاستاذ حسام الدين فرحات بعد المباراه دي. قال يا جماعه كابتن الجوهري لما اتغلب من السعوديه في القارات في المكسيك 5، قال لي تعبير عبقري، قال له اتوبيس عمل حادثه، ايه المشكله؟ ما بتحصلش، اتوبيس نظيف محترم لكن على الطريق عمل حادثه لسبب او لاخر، مش مشكله. هي دي المشكله يا جماعه بجد والله. مشكلتنا في فهم الرياضه وفهم الكوره ان احنا متخيلين ان في فريق يستعصى على الهزيمه او في اله تتحط في الملعب لازم تحقق الهدف. كل فرق العالم بتصادفها حاله زي كده بتعمل حادثه. الغلط فين بقى؟ ان احنا ممكن نهد الدنيا عشان هزيمه مباراه، نبني على الهزيمه ونبني عليها ونحل الاتحاد ونمشي لعيبه ونغير الجهاز، واحنا مش واخدين بالنا ان الاتوبيس عمل حادثه. لو قدرنا فعلا نتدارك سبب الحادثه بسرعه الاتوبيس هيلحق يكمل ويوصل بالسلامه، لكن احنا بنتعامل مع الكوره كما لو كان في ضمانه كامله
ان احنا بنلعب ترس آلة ما دام دخل يبقى لازم يشتغل بالشكل ده. لا، وارد جدا ان انت تلعب مباراه كبيره جدا والدي اوف ما تتوفقش ما تكسبش، او الفريق الاخر كسب بالصدفه مش عن حقيقه مستوى ولكن عن ظروف مباراه، او حكم يغلط في قرار معين يحملك نتيجه مباراه، او جول يبقى مكسر الدنيا ويجي يمسكها تقع منه وتدخل. مش هنهد الدنيا عشان حادثه واحده حصلت. لكن الصح فين؟ ان انا بقيم اللي حصل ده، هل ده نتيجه مستوى ولا هي حادثه عارضه؟ لو هو حادث عارض هيعدي وهتكسب اللي بعد منه وهترد على محمود معروف وعلى غيره. ان احنا فالحين لا، ابطال افريقيا دول يا استاذ محمود فالحين يكسبوا خمسه اي حد من حبايبك بجد، ما بتفرقش معاهم. بس دي طبيعه مباراه، ممكن تخسر. الاهلي في عز مجده، مانويل جوزيه في عز الفريق الكبير اللي معاه، يخرج من غزل السويس ولا يتهزم من بترول اسيوط. هل كانت المساله لا ده احنا تهد وتحل؟ اخر مباراه لينا احنا كسبنا 3-0 هنا اول اغسطس الانجولي ورايحين مباراه تحصيل حاصل هناك. ايوه، فنخسر 3 وضربات الجزاء تطلعنا. طب وانت هتروح بعيد ليه؟ كابتن حلمي طولان مع المنتخب الاولمبي اللي فيه 5-1 اللي فيه كابتن سيد عبد الحفيظ يكسب اثيوبيا هنا 5. اظن لما تكسب في ملعبك 5 المفروض ما تروحش، يعني بعرف وقتها يقول لك نحقق في مباراه الذهاب نتيجه مريحه في مباراه العوده. في ايه اكتر من انك انت تكسب 5؟ كسبت 5 ورحت هناك خسرت 5. لا استنى، ده الشوط الاولاني 0-0 كمان يعني صحيح، يعني خسرت في 45 دقيقه حادثه وبتحصل. فجمهورنا لازم يتعود على انه الكوره فيها حوادث لاسباب كتيره جدا، لكن الغلط فين؟ ان احنا نحمل الحوادث ونقيم حقيقه مستوانا وحقيقه لاعبتنا وحقيقه جهازنا الفني وحقيقه منظومتنا الاداريه بناء على حادثه. انا عجبني بقى في الدوري المصري وهنا لما بنقول الثبات الاداري سموحه والاتحاد. ايوه، الشوط الاولاني سموحه 4 مش كده؟ ايوه، الشوط 4-4 يخلص الماتش 4-4. ايوه كويس، حد يسد هذا الكلام؟ الاتحاد يعمل كامباك بعد كده بماتشين، الاتحاد 4-1 يطلع الماتش 4-4. هو بقى اللي حصل عليه الكامباك. ايوه، في الحالتين عجبني جدا المسؤولين وقيادات الناديين في التعامل مع الموضوع ده، كان هادئ جدا. النتيجه ايه دلوقتي؟ الاتحاد بيقدم موسم من المواسم الكويسه بتاعته. ايوه، سيبك من اي كلام تاني يتقال، لا بقت فرقه تقيله يتخض منها. صحيح، سموحه بيقدم موسم هايل جدا. صحيح، ها الاثنين بينافسوا على مراكز، لو كانت الدنيا اتربقت بقى بعد النتائج الغريبه دي هنا وهنا كان زماننا داخلين في دايليمه التغييرات والكلام ده. كره القدم فيها حوادث كرويه بالظبط بس وعشان كده جمهورنا والله بجد، لان دي مساله مهمه يا جماعه. فجاه ممكن لاعب يضيع فرصه او فرقه تخسر مباراه نحمل عليهم نسحب منه ونسحب ونجرح ونسيه ونتريق ونعمل حاجات كتيره قوي تخلي اللعيب يعمل دروب جامد، في حين ان احنا لو فهمناها صح. قريت ناس بتقيم بيرسي تاو وبتقيم عشان ما رفعش وشه وهو بيلمس الكره منفرد نقط نقطه بعدت عنه عشان فكر ممكن تفكير خلاص غلط فيها غلط. مين قال لك ان بيرسي تاو ما يغلطش؟ مين قال لك ان ميسي ما يغلطش؟ مين قال لك موسيماني مش هيغلط؟ هو موسيماني نبي اصل الخطا يا جماعه، هيحط تشكيل وهيعمل تغيير هيغلط. توقعوا ان او مش هنتفق مع بلاش يعني، او هتبقى وجهه نظره غير وجهه نظرنا، او اللي هو بيفترضه مش واصل لنا. يعني في النهايه تعامله على انه ده بشر، هنختلف معاه بس مش معناه تقييمه بالظبط يعني مش معناه هو كويس ولا وحش لا، النقطه دي احنا مختلفين مع بعض فيها. بيطلع هو كثيرا هو اللي عنده الحق، واحيانا احنا اللي عندنا الحق. طيب الزميل سعيد الامام في الجمهوريه، ما دام فتحنا بقى محمود معروف، قال غريب امر موسيماني مع الاهلي، يكتب سطرا ويترك الاخر. الخساره امام صن داونز في القاهره لا يمكن ان تمر هكذا دون تصحيح الوضع وتحقيق نتيجه ايجابيه في مباراه العوده
في جنوب أفريقيا، وأرجو ألا يبالغ موسيماني ولاعبو الأهلي في الخوف من المنافس، فهو فريق جيد لكن يمكن الفوز عليه، فقد فعلها الأهلي في بطولة العالم للأندية بنصف طاقته وفاز على مونتيري القوي. ده كلام مهم جدا. برضو في الجمهورية زميل محمد الدمرداش قال: قرأت تصريحا لمصدر بالأهلي وصفه كاتب التصريح له أنه مصدر رسمي يشير فيه لانزعاج مجلس الإدارة الكبير من تسريب أنباء ما حدث من المدير الفني لفريق السلة الأول بالنادي ومدير قطاع الناشئين، وأن القلعة الحمراء صارت مخترقة إعلاميا بشكل كبير. ثم موضوع كله عن الأهلي، وقال الكابتن الخطيب قال: كل ما يريد دون أن ينطق بكلمة واحدة، فليست من عادته الذهاب للمران دون الحديث مع الجهاز أو تبادل الحديث مع اللاعبين والإطمئنان عليهم، وهو ما لفت أنظار الجميع ودفع بعضهم للتأكيد على أن بيبو غاضب وبشدة من أداء الفريق أمام سان داونز. أعتقد يا زميلنا محمد الدمرداش أن أنت النهاردة شفت الكابتن الخطيب وهو بيقول للعيبة قد إيه ثقتنا فيكو كبيرة وبلا حدود. لا يعني هو يعني اتجه إلى الموضوعية، بس تفسيره في الجزء الأولاني إن إزاي الأهلي مستاء لتسريب أخبار خناقة، دي خناقة، دي مش عايزة إعلام، ده هتبقى حديث الجنينة. أيوه. يعني لا يمكن يكون في مصدر رسمي في النادي الأهلي يصف هذا الأمر بالاختراق الإعلامي. صحيح. اللي بلغت ما كانش دقيق. أيوه. واخد بالك؟ لكن ممكن يقول لهم يا جماعة ما كانش صح إن يتم تداول الأمر بالشكل ده، أنتوا وصلتوا الناس إنك يعني. ولكن أيضا تم علاج هذا الأمر إزاي؟ أيضا في سياقه. أي. يعني أنا أعلم إن في إجراءات إدارية إدارة النشاط اتخذتها وما فوتتش الموقف، لكن بدون مبالغة ولا صخب، عشان الدنيا كل واحد يعرف إطار الصح من الغلط، لكن دون زي ما أنت بتقول نطربق الدنيا. طيب ألكسندر سانتوس بقى المدير الفني لبيترو أتلتيكو، بيترو أتلتيكو الأنجولي اللي جه لعب مباراته مع الزمالك، تحدث في قناة الحياة. نشوف ترشيحه لمين ممكن يكون بطل البطولة دي. قول لي فرقة أو فرقتين ترشحهم للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي. I don't know if the champion, but maybe. لا أعرف إذا كان سيكون البطل، ولكن ربما سيكون واحد من الذين يلعبون نهائي، وأنا أتمنى وهذا حلم أن يكون بيترو أتلتيكو هو أحد أطراف الدور الثمانية وربما يصل إلى الدور النهائي، ولكنني أعتقد أن الأهلي هو المرشح الطبيعي، وهو المرشح الأكبر للفوز باللقب، ومعه الترجي من تونس لديه هذه خصائص الفريق البطل، وأيضا سان داونز من جنوب أفريقيا. لنرى. يعني هو يعني استند إلى الأرقام والمعلومات ورشح، لكن كان عاقل جدا لما قال لك ما أقدرش أقول لك مين اللي هيبقى البطل، لكن الحظوظ تتجه إلى لازم نشاور على دول. وده لما يتكلم هو ده ترتيب الرانكينج أو التصنيف. أيوه. بس طبعا هو شايف إن سان داونز كان بعيدا في التصنيف إلا أنه دخل لديه الحظوظ. يعني بيترو أتلتيكو عامل شكل حلو المرة دي يعني. أي. والكلام كان جاي عنه قبل ما نشوفه انه لا مختلف. نرجو للأندية المصرية في كل سواء في يعني بطولة الأندية او في الكونفدرالية كل التوفيق، لأن زي ما بقول لك ده معناها إن الكرة المصرية ماسكة زمام القيادة، وتدينا ثقة كمان، وتخلي المنتخب يقدر يعني يطمئن إلى عناصره من خلال المشوار الأفريقي، لأن ده هو الأهم. نتمنى بإذن الله، لكن هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل كلام كتير مهم.
اهلا بحضراتكم من جديد. وما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي في عز المنافسه وفي عز حموه المباريات وسخونيتها حريص على علاقاته وحريص على التزاماته وحريص على رسالته. شوفوا العلاقه الرائعه جدا مع الاشقاء السودانيين ممثلين في بعثه المريخ اللي مقيمه في القاهره اللي هتواجه الاهلي، وشوفوا درجه المسؤوليه اللي النادي الاهلي بيتعامل بيها. وبعدين هتروحوا بعيد ليه؟ تعالوا نشوف كلام مهم، لانه في النهايه هتلاقوا الاشقاء رايهم ايه في بعظمه لسانه اصداء لدى الاشقاء. تعرفوا ان اروع حاجه في انك انت تنظم كاس العالم للانديه السنه اللي فاتت في قطر والسنه دي في الامارات وتنقل المنافسات الكرويه للدول الخليجيه العربيه الشقيقه، شوفوا حجم نمو الشعبيه بتاع النادي الاهلي، شوفوا الاصداء لدى الاشقاء بره عامل ازاي، شوفوا صوره مصر الحلوه الرائعه النادي الاهلي شايلها وبيقدمها للاشقاء ازاي، عشتها. شوفوا كيف يمكن من خلال المعايشه بشكل مباشر دون تدخل الوسطاء ان تتصحح مفاهيم ظالمه لبعض النقاد والمعلقين ومقدمي البرامج. ايوه لما رأوك رؤية العين واحتكوا بيك، شوف بيقولوا عليك يعني كانوا بيقولوا ايه وبيقولوا ايه دلوقتي. وهذا احد ثمار ان البطولة اتعملت على رأيك في الخليج بقالها سنتين ورا بعض. شافوا الاهلي وعاشوه مش من خلال بعض المراسلين اللي بيتوجه بطريقتهم وبتضلل. كان بيتقال ايه من شهر ودلوقتي بيتقال على نفس الالسنه ايه. وعلى فكره ده هتلاقوه مش بس في الخليج العربي، في المغرب العربي. شوفوا صوره الاهلي، شفت الاسبوع اللي فات واحنا بننقل راي الاستاذ بدر الدين الادريسي واحد من كبار الصحفيين المغاربه، شوفوا رايه في الاهلي وشوفوا ردود الافعال لدى الاشقاء في المغرب وفي الجزائر وفي تونس. في تونس الاذاعي التونسي الاستاذ عبد الباقي بن مسعود رايه ايه في فوز الاهلي وهو يتحدث في قناه الوطنية التونسية. اليوم نحب نحكي على الرئيس الكبير والإدارة الكبيرة، مش ناخذ مثال باش نفرقوا بين سلوك في نادي حافظ على الكبر نتاعه وعلى حجمه وفي نادي آخر اللي كل مرة يوجه طعن لنفسه ويصغر من شأنه. الأهلي المصري انهزم في مصر مع سان داونز هزيمة مفاجئة ما انتظرها حتى واحد. الأهلي الكبير يخسر مع سان داونز في مصر. ردة الفعل إدارة رزينة، تقبل للهزيمة، اعتبار أنه الهزيمة تدخل في اللعب وأنه أتو مومو نجم نخسر ماتش ماهيش نهاية الدنيا. هذا موقف نتاع رئيس كبير اسمه محمود الخطيب، إدارة كبيرة اللي هي إدارة الأهلي اللي هي ماشية وهي تكبر في النادي نتاعها. في الواجهة مش هي الأخرى، الزمالك وأهل الزمالك باش يدافعوا على انفسهم بتوجيه التهم المتواصله للاهلي انه الاهلي معناها يربح بالحكام وانه الاهلي لا، الاهلي قاعد يربح لانه عنده رجال، عنده رؤساء كبار. محمود الخطيب وقت اسمه يخطب الاهلي المصري اللي هو صاحب الارقام القياسيه في رابط ابطال افريقيا وفي التتويجات الافريقيه، هذا ما جاش بلاش، هذا جاي بالرزانه بالحكمه بالعلاقه الوطيده الموجوده بين مسؤوليه وبين كره القدم. واللي حب يبني مستقبل فريقه لازم يكون عنده رئيس كبير كيما محمود الخطيب. يعني عندما تأتي الإشادة من مساحة كروية هي تنافسك شئنا أو أبينا، المنافسة بين الأندية المصرية والأندية التونسية والمغربية ثم الجزائرية شمال أفريقيا منافسة واضحة جدا حتى في الترتيب بتاع الأندية. ولكن هو هي كرة القدم لازم تؤدي إلى نتيجة دي، إنك الناس تحترمك. لسه بقول لك تخسر مباراة لكن ما حدش اتهزت ثقته في الأهلي ولا في مكانة الأهلي، لأن عارفين إن ده يحدث في دنيا كرة القدم. لكن اللي بيهز الثقة إنك تتصرف بطريقة عشوائية. قال لك لا، ده في رئيس نادي وسماه كابتن محمود الخطيب متوارث هذا النظام
لا تعامل بهدوء وبنضج وعرف ان دي في اطار الملعب هزيمه صدفه هزيمه ملعب لكن ما تخليناش نفقد الثقه في نفسنا. ولذلك انا اعول ومعي جماهير الاهلي ان احنا مكاسبنا في افريقيا دلوقتي بقت ليه علاقه بالاحتفاظ بنظره الجداره والاحترام التي ينظر بها الينا. ده كلام مهم جدا. نشوف كمان في نفس القناه التونسيه الشقيقه المعلق التونسي بوستة رايه ايه؟ النقطه الايجابيه للنادي الاهلي نحكيه زيادة على قوه الانتدابات. تخيل معناها لاعبيه كبار ما نصورش وانه فما فريق في تونسي مثلا تاو لجنوب افريقيا نجم ياخذوا من برايتون. الحقيقه قوه كاستينج نتاع انتدابات، الانتدابات تكون ناجحه لان ثم اداره قويه، ثم ميزانيه ضخمه، ثم استمراريه. مش باش نزيد برشا على الخيان، ولكن الحقيقه الاهلي يبقى اقوى فريق في افريقيا بالامكانيات الماديه خاصه، بالاداره، فريق عملاق. صحيح وانه تراجي مثلا قرب المستوى شويه في وقت ما، ولكن ما تصيرش استمراريه عكس النادي الاهلي. طيب لما يتكرر الامر على لسان اكثر من ناقد ومعلق ومقدم برنامج بنفس الاتجاه ونفس التقدير ونفس الاحترام رغم الهزيمه، وجاء كل هذا الكلام في ظل هزيمه على ارضك ما كانتش متوقعه، يبقى معناها ان الناس دي شايفانا كده، مفيش مجامله، محدش هيديلك. ولذلك الاحترام ما بيتشحتش لكن ينتزع. استاذ ابراهيم بتصرفات صادقه عبر تاريخك. ده كلام مهم. ولو رجعنا للكلام الاولاني الحقيقه قال لك في الوقت اللي النادي الاهلي بيحقق بطولات هنلاقي انه المنافس المصري المباشر له نادي الزمالك دائما ما يتهم ان الاهلي بيحقق بطولاته بالحكام، فالراجل بيقول له حكام ايه؟ احنا بنتكلم في افريقيا وبنتكلم في فريق بياخد ثالث العالم وبنتكلم في مستوى تاني خالص. وده كلام مهم جدا للجمهور، لجمهور الانديه المنافسه قبل ما يكون لجمهور الاهلي. فكره ان انا اشكك في بطولاتك علشان افسر وضعيتي انا دي حاجه تخصك، لكن بلاش الاساءه للمنافسين، بلاش الاساءه او التقليل من حجم انجاز. كل نادي عليه انه يشد حيله ويبذل مجهود ويصلح اخطائه. ونفسنا في النقطه اللي اشار اليها المهندس عدلي، الكره فعلا تعلى، الكره كصناعه وكمنافسه وكبطوله، لا نعلى الكل. لما يعلى المناخ العام الكروي والرياضي هو المستفيد. خلي بالك ان الرمح يرتد الى طبعا النحل طبعا. ليه؟ انك انت لما تقعد الكونفدراليه دي بطوله ملهاش لازمه، طب ساعه ما بتيجي تكسبها بتبقى اهم بطوله في الدنيا. الناس تفتكر لك كلامك. طبعا لما الدوري بتقلل من انجازك، يا اما هتقلل من انجازك يا اما الدوري ما فيهوش منافسه واضعف دوري في الدنيا ولما تكسبه يبقى ده اقوى دوري في العالم، ده اقوى من افريقيا. بالظبط، كاس العالم للانديه. ايوه التناقض ده ما بياكلش مع حد، لان في الاخر انت عايز توصل لايه؟ الجملتين اللي قالهم الراجل ده، هو مصدق هنا مش مصدق هنا. مش مصدق ليه؟ لان الارض الواقع بيفرز الحقيقه للمتابع الجيد مش اللي مستني حد يقول له. فالنهارده يعني الحمد لله ان النادي الاهلي مرتين يروح الخليج ورا بعض كده ويحقق نفس النتائج في ظروف شديده الصعوبه. الناس كلها قالت لك لا بقى ما حدش ينفع يقول لنا كلام. دي متانه سيستم بقى، دي متانه سيستم. دي جداره جداره طبعا. يعني فالحمد لله. طيب مستر بيتشو موسيماني كان له حديث في موقع العربي الجديد. الراجل اتكلم عن علاقته بالنادي الاهلي واتكلم عن ما يبذله من مجهود. قال ان انا ببذل قصارى جهدي، انا مش ساحر، عندي دعم كبير من الفريق ومن رئيس النادي ومن الاداره ومن اللعيبه، الجميع في الجهاز الفني على درجه عاليه، عندنا طاقم طبي جيد جدا استطاع تغيير كل شيء. حين جئت الى هنا كان هناك العديد من الاصابات، اتحدث هنا عن الاصابات العضليه، عملنا على عدم حصول هذه الإصابات لدينا. هل تعتبر أنك مدرب محظوظ؟ قال لهم لدي على ما أعتقد 18 لقب في مسيرتي، إذا كان هذا العدد خطأ فإذا أنا محظوظ جدا. في كرة القدم لا يمكن أن تكون محظوظا في كل يوم. ده ملخص كلام بيتشو موسيماني. هنشوف الراجل قال إيه الموقع العربي.
الأهلي is a big team established in 1907 a team that has a big influence on Egyptian football a team for the people is a team for the people you don't have to ask how big or what is Al-Ahli all you have to do is to look at the badge on the Al-Ahli and you look at the stars on top and the stars at the bottom so when you see the stars on the top and the stars at the bottom of the badge then you know what Al-Ahli means I do my best to what I can do I'm not a magician I'm I have the support from the team from the board from the president of the team from Captain Bibo I have support from the management I have support from the players I have support from everybody so everybody yes. supports so I it's not about and I have support from my my technical team you know I work yes. with people very good I have with Said next to me Captain Said is good I have Sam also good so and I have the doctors I have a very 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 good doctor who has changed everything when I came here there were so many injuries and when I'm talking about injuries I don't talk about injuries that anything can happen I'm talking about muscular injuries so we really made sure that we don't have those kind of injuries I have I think 18 trophies in my career so if you're lucky to get 18 trophies then I'm very lucky but in football you can never be lucky every day you can be lucky to win a match never be lucky to win the matches all the time my dream is only to change make a difference mm-hmm. on the color of the medal in Mundial mm-hmm. the color medal on Mundial must change last year we did not win the dowry so I cannot say that I've won the dowry I have not won the dowry in Egypt so I would like to win the dowry شوف الراجل ده مؤكد انه ذكي ومؤكد انه عارف بيقول ايه يعني هو لما في 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 اطار الحديث قال لك اما اعمل 18 بطوله هم محظوظ ان انا اقدر احقق 18 بطوله بس لا يمكن تكون البطولات دي بتتحقق بالحظ أيوة. انا محظوظ ان حققت ان انا بحقق لكن لا احقق لان انا محظوظ ايوه ده بذكاء جاوب على السؤال ده اتنين هو انا ساحر لا انا مش ساحر انا عندي منظومه مساعداني انا عندي نادي ورئيس نادي ولعيبه وجهاز طبي وابتدى يشرح دور كل واحد منهم ان الناس دي في اشاره مش مباشره ولكن واضحه جدا ان العمل الجماعي المتكامل العناصر هو سبب تحقيق البطولات ده بيشي بايه انه سعيد في النادي الاهلي وانه طيب عايز يحدث تغيير طب واللي هو عايز يحدث تغيير يبقى لازم يستمر ايوه طب ويحدث تغيير ازاي عايز اغير لون الميدالية ما هو مفيش تحت البرونزية ايوه لكن في فوقها ايوه فاذا ده ألزم نفسه في عمله مش تعهد انما هو حاطط الهدف ده قدامه نتمنى انه بس يتجاوز الكبوة بتاعة المجموعات اللي بتقلقني بقالها كام سنة وبعدين نقدر نتكلم موسيماني يعني وقال لك عنده شعب وراه ده نادي شعب ماي بيبول انا قلت لك قال لي ايه هناك لما طلعت في ماتش قال لك دخلت قلت شعب فين بصيت على الملعب فين شعب ويرز ماي بيبول اه راحوا فين فالصدمه دي كانت مؤشر ان الماتش ده مش هيعدي على خير مش لانك لو انت متوقعها ممكن تشتغل عليها ان انا اخلي الجماهير دي تبقى دافع ليا انا
ان انا كل ما اجل بتاع، لكن ان انا بقى متوقع ان انا اخش الاقي جماهيري، الاقي جماهيري المنافس، دي كانت مفاجاه سيئه. فهو يشير الى ان من العناصر الهامه جدا انه ده نادي شعبي الى مستوى نادي الشعب. يعني هو ما سابش حاجه الحقيقه لابنك. ابني ابو بيتسو. نشوف كمان جانب من حوار مستر بيتسو موسيماني. I don't talk about that because that is my I have an office that is looking after me. Went through, they are the ones who deal with those things. I don't know about that. Okay. Yeah, but I know somewhere somehow that there is interest there or there is interest there. But also, you must also understand it's not easy to leave a team like Al Ahly. Al Ahly, you have more chance to win the trophies. You have more chance to come to the World Cup. Every year you have a chance. You know, sometimes somebody can give you a little bit more money, but you don't come to the World Cup. The Ahly supporters, you saw them in Abu Dhabi. You saw them in Doha. They are always there. They help us, they sing for us, they support us. I feel special because God makes this for me. I feel special. They help me. They encourage me. They feel that they love me. When we lost to Palmeiras, after we lose to Palmeiras, Al Ahly supporters were supporting me all the way. You see, that thing you cannot buy with money. He's a special player. He's a special player. When I come here, he was with me. And then he went out to go, I think Smoa or some, I don't remember. He went to go play on it. And when he was playing there, he was playing very good. And I was following him. I said, this player is special, must come back. Now he's a little short. He's now experienced a little bit. And you can see his qualities on the ball is special. He's a good football player. He's a legend. He has played football at the high Al Ahly. I've seen his videos. You know who he is. And he's a man of honor. You know, he's a gentleman. He's a legend and a gentleman. He gave me the chance to coach Al Ahly. He left all the European coaches. He left all the South American coaches. He says, 7 years we don't win nothing in Africa. And he go take me from South Africa, give me the opportunity. And I'm lucky to be the coach of Al Ahly. I feel special. So he gave me the opportunity when nobody know me very well. Nobody was knowing me that well. He gave me the opportunity. And this big risk for his name. عايزين تسمعوا ايه تاني يا جماعة؟ عايزين تسمعوا ايه تاني عشان تشعروا ان الراجل ده مقدر تماما لكل ما وجده في النادي الاهلي، مقدر الفرصة اللي اداها له كابتن الخطيب وانه خاطر وغامر وفضله على الاوروبيين ومدربي جنوب افريقيا. هنرجع بالتاكيد للكلام الكتير حوالين مستر موسيماني لانه كمان في علاقه خاصه له مع المهندس عدلي وفي تقدير ده في شويه ملاحظات كتير هنا. لكن خلينا نستقبل على الهاتف صديقنا العزيز والنجم العراقي والمحلل والناقد والكابتن والمدرب الكابتن ميسم عادل. كابتن ميسم مساء الخير. مساء النور استاذ ابراهيم والسرور عليك وعلى المهندس عدلي، وانا سعيد ان اشوفه اليوم موجود في الاستوديو. الله يعطيك العافيه يا مهندسنا العزيز، والله يوفقك ان شاء الله ودائما نشوفك بهالشكل الطيب هذا باذن الله تعالى. الله يخليك. نفدت انت من ايده شويه، يعني لو كنت ظهرت شويه بدري كان خطفك. اكيد لا انا اسمح لي يخطفني لان هو عزيز علي، ربنا يخليك، معزه كبيره عندي والله. والله انت اللي خطفتنا الحقيقه، لاني نكتشف ان في حد متابع النادي الاهلي بهذه الدقه وهذا الصدق الرؤيه وهذا الاخلاص وهذا الفهم العميق للنادي الاهلي وكانه نشا بين جدرانه. دي مفاجاه في منتهى
الجمال الحقيقة وسعداء إن ده الانطباع اللي يستطيع الأهلي أن يتركه في نفوس الصادقين. صحيح، روح الفانيلة الحمراء دائما هي ما يكون لها يعني الهيمنة الكبيرة على أي روح كروية عاشقة للفن والسيمفونيات الهائلة اللي كان يقدمها النادي الأهلي على مر تاريخه. طبعا احنا تعلمنا من النادي الأهلي القيم والمبادئ، وزائدا ذلك الفنيات العالية اللي كان يقدموها نجومه في تلك الفترة لما كنا لاعبين. كنت أتابع النادي الأهلي وأشوف هذا النادي الكبير كيف كان يحصل على البطولات، كيف كان يغزو أفريقيا وما إلى آخره من هاي الأمور يعني اللي كبيرة. احنا ما نريد دائما نعيدها بهالطريقة هاي، لكن حب النادي الاهلي هو مترسخ عندنا، حتى عند الصغار اولادي يحبون النادي الاهلي صراحه يعني. الحمد لله النادي الاهلي في الجوارح. ربنا يخليهم لك ويفرحك بيهم ويفرحكم بالاهلي دائما. ولكن عايز بقى الجا الى الخبرات الفنيه بصفتك مدرب وكوتش ومن ثم ناقد كروي هام جدا، كيف ترى موقف الأهلي في المجموعة الإفريقية وكيف ترى الهزيمة العارضة المفاجئة أمام سان داونز؟ صحيح، طبعا الآن شوية تعقدت الأمور بعض الشيء يعني مو تعقيد كبير، لكن الأهلي قادم أن يرجع يعني، لأن هذا التاريخ يقول لنا هذه الأشياء يعني. أنت تعلم ويمكن أكثر عني أنت يعني، ما شاء الله الله يعطيك طول العمر، وكنت يمكن في مسيرة النادي الأهلي تعرف هذه الأمور أكثر عني بكثير، أنه النادي الأهلي تعرض إلى هذه المواقف في سنوات كبيرة، لكن يرجع بسهولة لأنه هو نادي قادر على أن يعود بطريقة مناسبة وفي الوقت المناسب. هذه هي قيمة النادي الأهلي. طبعا هي هاي الخسارة طبعا غير متوقعة كانت، وكانت يعني أنا باعتقادي الفرص اللي ضيعها الفريق في الشوط الثاني كانت من أهم عوامل هذه الخسارة. احنا طبعا وين قيمة النادي؟ احنا نتكلم اليوم من الناحية الفنية، وين قيمة موسيماني؟ قيمة موسيماني هو في نظام اللعب المرن جدا اللي يمكن دائما ما يكون مرتبط بمسألة غاية في الأهم، وهو اللعب الهجومي، الضغط المرتبط باستراتيجية الهجوم وليس باستراتيجية الدفاع. هذه قيمة النادي. بالتالي الفريق في هذه المباراة ضيع فرص كثيرة. صحيح المدرب هو اللي يوصل اللاعبين إلى المرمى، لكن مو هو اللي يسجل الأهداف. جملة مهمة دي. أنا عد عليه. نعم تفضل. لا جملة مهمة، المدرب يوصلك للمرمى ولكن أنت من تحرز الأهداف. طبعا. فأنت طبعًا المسؤول عن إحراز الهدف وإضاعته، ولكن خطة المدرب والتزام اللعيبة بتوصلك للمرمى. طبعا اللاعب هو اللي يسجل الأهداف وليس المدرب. المدرب هو من يقوم بالعمليات التكتيكية والفنية ويعمل خلال الأسبوع بقراءته التفصيلية لكل ما يحدث على أرض الملعب، لكن اللاعب هو اللي يقوم بكل شيء. المدرب يكون دوره هو إرشاد اللاعب في الملعب، لكن دور المدرب أيضا في مسألة التغييرات لابد أن يقوم بتغييرات مناسبة وفي أوقات مناسبة. هذه يمكن العملية اللي أنا شوي أخذتها على السيد موسيماني في تأخير في بعض التغييرات واللعب يمكن بثلاث محاور إلى وقت يعني مثل ما نقول كبير في المباراة. بالتالي كان يجب أن يتعامل مع هذه المباراة من الناحية الهجومية ومن ناحية التغييرات فقط، لكن هو يعني ما يلام على إدارة للمباراة لأنه الفرص اللي ضاعت يمكن حتى يمكن أطفال صغار، عفواً على هالكلام هذا يعني أنا من حب للنادي اللي أقول هذا الكلام، يمكن حتى ناشئين صغار ما تضيع هاي الفرص. فرص رهيبة كانت يعني، كان من الممكن أن يطلع النادي الأهلي فايز بثلاثة أهداف إلى أربع أهداف على أقل تقدير. إحنا ما نتكلم على يعني خلينا نترك الشوط الأول، الشوط الأول للنسيان، لكن الشوط الثاني كان بيد النادي الأهلي يعني حسمه. هذا ما أزعجني كثير. إحنا عندما اليوم نصنف النقاط الفنية في التوجهات التكتيكة للمدرب نتكلم على مسألة سرعة ردة الفعل، نتكلم على كيفية التخلص من الضغوط النفسية أو الذهنية اللي تحت داخل أرض الملعب. إحنا نتكلم أيضا عن التحرك بالمساحات، التحول اللعب الأمامي اللي هو النادي الأهلي يجيده، السرعة هذه مسألة حاسمة اليوم في كرة القدم. النادي الأهلي في هذه المباراة من وجهة نظري بدأ بطيء نوعا ما في أجزاء معينة خاصة من الشوط الأول، بدأ بطيء، ما كان يضغط بالشكل المناسب، انتشاره كان في بعض الخلل من الناحية الفنية. الخيارات الأخرى في مسألة الاستحواذ، في مسألة التصويف، في مسألة التحرك بدون كرة، في مسألة تغيير مراكز اللعب، في مسألة اللعب المركب الجماعي، في التمرير ودقته وسرعه التمرير. هذه العوامل مهمه لفريق مثل النادي الاهلي، لان هذه هي
امور المحيطه بالنادي الاهلي من خلال التركيبه البشريه ومن خلال الصيغه التكتيكيه الموجوده في النادي الاهلي. هذه الامور كانت في يعني دائما ما كانت تميز النادي الاهلي في المباريات المهمه. مباراه صن داونز من وجهه نظري واقولها بدون اي يعني بدون اي تبرير لهذه الخساره، او اقول ان الفريق لم يكن جاهز من الناحيه الذهنيه والنفسيه لهذه المباراه. هو دخل المباراه كانه حاسمها، وهذا الشيء غير مقبول في مباراه مثل هذا النوع. مباراه مثل هذا النوع مباراه حساسه، احنا نتكلم على بطوله افريقيه، انت ما تتكلم عن فريق عادي. صن داونز فريق من فرق البطوله في افريقيا، بالتالي يجب ان كان التعامل من اللاعبين ومن الجهاز الفني يكون ارقى بكثير من هذا اللي شفناه. انا اتكلم على بدايه المباراه واستراتيجيه السيد موسيماني والطريقه والاسلوب اللي لعب فيها في بدايه المباراه، اللي الوقت لم يسعفه في اخر المباراه على ان يرجع للمباراه. هذه الامور جزئيه جدا مهمه في عمليه اداره المباراه. انت مثل ما ذكرت لك استاذ العزيز، المباراه نوعيتها خاصه، هذه كانت في ارضك وفي ملعبك، وهذا المنافس الاول لك انت، مع احترامي للمريخ ومع احترامي للهلال، لكن هذا هو المنافس. انا اعتقد ان واحنا ما نريد نرسخ عقده استاذ ابراهيم والمهندس عدلي، يمكن تعرفون شو اقصد، ما نريد نرسخ عقده ان صن داونز دائما ما يكون هو عاق امام النادي الاهلي، والنادي الاهلي دائما ما يتعرض لبعض الهزات او التعثرات امام نادي مثل صن داونز. مع احترامي لصن داونز، لا، الاهلي اكبر بكثير من صن داونز. الاهلي عندما لعب مع صن داونز كان يدافع، لكن كان فريق منظم. هذا الاسلوب وهذا اللعب راح يعاني من النادي الاهلي في اغلب المباريات اللي راح يلعبها، خاصه مع الفرق اللي يمكن ما تكون بمستوى. لهذا باعتقادي الشخصي ومن وجهه نظري ان القوى النفسيه كان لعبت دور فعال في هذه النتيجه، وليس الامور الفنيه فقط. احنا نتكلم عن التماسك، نتكلم عن قوه شخصيه النادي الاهلي في بطوله افريقيا. وانا اعتقد ان هذه المساله راح يتجاوزها النادي الاهلي في المباراه القادمة. عندنا مباراة مهمة مع المريخ السوداني، وأيضا مباراة أخرى مع المريخ ومع الهلال. أنا أعتقد أن الهلال الأهلي قادر على حسم هذه المجموعة، لكن يجب أن تكون القوة النفسية والذهنية في أعلى مستواها في عندما نلعب في أفريقيا. طيب كابتن ميسم، وانت اشرت لفكره الرسم التكتيكي اللي الاهلي لعب به مباراه صن داونز، وتحفظك على وجود ثلاثه في لاعب الوسط المدافع. مستر موسيماني الحقيقه في المؤتمر الصحفي الاخير بعد مباراه فاركو قال ان انا لاحظت انه المباريات اللي فزنا فيها بغزاره اهداف اربعه كنا بنلعب بنفس الطريقه اللي لعبنا بيها النهارده وسجلنا كتير، وكان بيشير لمركز قفشه كرقم 10. انت كمدرب شايفها ازاي؟ صحيح. هي شوف يا استاذ العزيز، هي نظام اللعب هو رقم على ارض الملعب. نظام اللعب، الافكار هي اللي تفعل نظام اللعب. الافكار والاسلوب، احنا نتكلم على ناحيتين، ناحيه ان النظام يجب ان يتواكب ويمتزج او ينصهر مع الاسلوب اللي يلعب به الفريق، ومن ناحيه اخرى يجب ان يتوافق مع الامكانيات الموجوده على ارض الملعب. مو مشكله انت تحفزت في مباريات اخرى بنفس هذا الاسلوب وبنفس هذا النظام، ولكن انت عليك ان تقارن او تكون عندك قراءه تفصيليه للفريق اللي راح يقابلك. انت مو كل مو انت 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 اعتمدت يا سيد موسيماني على مساله المجازفه المباغته اللي انتهجتها في بدايه الدوري، وهذا كان واحد من اهم قوه وشخصيه موسيماني ونظام لعبه واللاعبين اللي يلعبون عليه اللي فيه. لكن انت لما تجي في مباراه مثل صن داونز يجب ان يكون عندك مجازف، لان صن داونز كان يدري وقاري هاي المساله المهمه، كان قاري النادي له، وكان يعرف من وجهه نظر الشخصيه مدرب فريق صن داونز كان يعلم جيدا ان موسيماني سيبدا بهذا التشكيل وسيبدا بهذا الاسلوب وسيبدا بهذه الطريقه. هاي المشكله اللي انا كنت اريد اذكرها، انت يجب ان تجازف وتباغت وتفاجئ منافسك، لازم تقرا افكاره مثل ما هو قرا افكارك في هذه الجزئيه. تفوق بسيط مدرب صن داونز في قراءه افكار موسيماني، وبالتالي يمكن يعني صارت عمليه استباقيه كانت لصالح فريق صن داونز وليس لصالح النادي الاهلي. كان على موسيماني ان يعرف هذا، وهو رجل قادر ورجل عبقري، وانا دائما كنت امدحه في كل لقاءاتي. كان يجب ان يعلم وان يدرس وان يقرا هذه الفكره، وبالتالي يفاجئ منافسه ويفاجئ خصمه بان يعمل الشيء اللي ما متوقع منه. هو عنده دكه اليوم نادي الاهلي، صحيح النادي الاهلي اليوم يتمتع بدكه
داخره بدكه ملتهبه بدكه ناريه. اليوم يمكن الفرق الوحيد عن كل فرق افريقيا اليوم الموجوده باعتقادي دكه فريق الاهلي، يمكن دكه من وجهه نظري تخدم اي مدرب اليوم في يستطيع ان يعمل افكار وان يعمل نظام لعب وان حتى تكون المرونه في النظام على يمكن ارقى مستواها واوج عطاها. هذا هو الموضوع اللي كنت اني هذا يعني الفريق انت عندما يسدد في مباراتين 27 تسديده على المرمى مع الهلال ومع صن داونز منها 6 فقط على المرمى هذا مشكله، وان يعمل 35 عرضيه ويهجم 174 هجمه ويحصل على 8 ركنيات ولا يسجل هدف واحد، المشكله وين كانت استاذ ابراهيم؟ المشكله كانت احنا مع النادي الاهلي ما سجلنا في مباراه ولا هدف، هاي كانت المشكله. مع الهلال ما سجلنا، ومع منو؟ مع صن داونز ما سجل، وهاي كانت مشكله في فريق النادي الاهلي. هاي اللي كنت اتكلمها، هذا كان خلل واضح في مساله الفينشينج طبعا. واني ذكرت طبعا انا ما اتحمل هذا الموضوع بكامله، اللاعبين يتحملون، لكن انا اتكلم عن قراءه استباقيه، لان اليوم استاذ ابراهيم كره القدم هي افكار وخطط تترجم على ارض الملعب من خلال التركيبه البشريه ومن خلال النظام ومن خلال الاسلوب اللي يلعب به الفريق. هذا اللي كنت اتكلم عنه انا. هذا يمكن كابتن ميسم، هذا هو الموضوع الاساسي، الاستباقيه في قراءه الافكار. لو متاح لك تختار لاعب من النادي الاهلي تنصحه هيبقى مين؟ كيف استاذ ابراهيم سؤالك؟ عفوا، لو مختار ليك تنصح لاعب من الاهلي، مين اللاعب اللي تفضل توجه له النصح؟ والله اتوجه الى محمد شريف صراحه. محمد شريف كان يعني كان من افضل اللاعبين. انا توقعت محمد شريف يعني ان يكون يمكن يعني من افضل اللاعبين المصريين في هذا الموسم، لكن محمد شريف هبوط حاد في مستواه بعد رجوعه من المنتخب. فانا نصيحه لمحمد شريف ان يعود الى مستواه وان يواكب ما عمله او يمكن امتداد للفتره السابقه اللي عملها في الموسم الماضي. محمد شريف حريف، محمد شريف من افضل لاعبين، حتى كان يلعب براسه بشكل مناسب. اليوم محمد شريف عنده هبوط في المستوى، انا فرحت كثير يعني عندما سجل الهدف في المباراة الأخيرة، وهذا الهدف أنا بعتقد راح يعطي دافع كبير في المباراة القادمة إن شاء الله. يعني هذا 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 أو في لاعبين آخرين طبعا، لكن محمد شريف يهمني كثير، لأنه اليوم إحنا صراحة أستاذ إبراهيم عندنا مشكلة وين؟ في العمق الهجوم. إحنا ما عندنا اليوم مهاجم صريح، يعني حتى إحنا ما عندنا حتى لاعب أجنبي صريح اليوم كمهاجم. اليوم لاعبين ميكسوني وبيبتيتاو يعني بشكل أو بآخر هم ليسوا لاعبي رقم 9، هم أغلبهم يلعبون أما 9.5 أو يلعبون على الأطراف، يلعبون أجنحة. يعني ما ممكن أن ونادي الأهلي في كل تاريخه لم يلعب بشكل كبير في المهاجم الوهمي. صحيح هي فكرة تكتيكية جيدة، لكن أنت تلعب كمهاجم وهمي أنا أعتقد أنها تكون منقوصة في الحالة الهجومية للنادي الأهلي. النادي الأهلي في كل تاريخ كان عنده مهاجم فذ، وأنتم تعرفونهم وأنا أعرفهم، يمكن الوقت ما يسعفنا أن نذكرهم كلهم الآن حتى ما يزعلون من عندنا، لكن تاريخ النادي الأهلي كان زاخر باللاعبين المهاجمين اللي رقم 9 نقصد، المهاجمين الصريحين. اليوم احنا نمتلك بس تقريبا كمهاجم صريح في العمق الهجوم هو محمد شريف، ويمكن اعتقد حسام حسن يقدر يلعب هذا المركز، لكن حسام حسن ما جاي يحصل على الوقت او الفرص الكثيره او الوقت الكثير اللي حتى يشترك وحتى يمكن يعني يكون فعال في المساله الهجوميه. لكن اعتقد ان محمد شريف عليه عمل كبير، هذا اذا اراد ان يواصل كلاعب مهم وفي فريق النادي الاهلي. كابتن ميسم احنا سعداء جدا بارائك القيمه وبمواصلتك متابعتنا على طول. الله يسلمك يا استاذ. شكرا سعيد. شكرا سعيد. ليك يا حبيبي، شكرا لك. واسمح لنا لا قصرنا في شيء مال، يعني الوقت متاخر تدري الافكار احيانا. أنا عارف، لا إحنا آسفين كمان لإزعاجك في وقت متأخر، لكن كنا سعداء جدا بيك. بالعكس أنا أشرف بكم، وأنا سعيد لأن شفت المهندس عدلي موجود وياك في الاستوديو، سعيد جدا بهذا. تحياتي كابتن ميسم عادل، نجم الكرة العراقية الكبير، المدرب والمحلل والناقد الرياضي الحقيقة، اللي يعني فعلا زي ما أنت أشرت متابع عن قرب. لا متابع، شوف أنا عايز أقول لك حاجة بسرعة كده. أيوه. قال لك المدرب وضع من الخطط ان يوصلك كثيرا المرمى، ولكن وقال ارقام ولكن لم تكن بفعاليه، لانه في رايه ان التجهيز النفسي للمباراه ما كانش كافي او ما كانش في بالقوه النفسيه اللي عليها، ما كانش في افضل حاله، في افضل حالته. ولكن ارجع هذا الامر الى ايه؟ ان الشوط الاولاني ضاع لانك كنت مستسهل الامور،
لما جيت تتدارك وعملت الفعالية والنجاعة كانت القوة النفسية للمنافس أعلى. لا يعني هي ولا أعلى. بص يا أستاذ إبراهيم، لما كل الفرص دي تضيع ما نقعدش نتكلم على المنافس بصراحة يعني، لكن نحترمه لأن هجمة مرتدة عشوائية وصلته أنه ده راح جاب جول. إنما أنا اللي عايز أقوله العنوان اللي أنت حطيته للفقرة الماضية يلخص هذا الرأي. ثقة بلا حدود، ثقة بلا حدود وحدود الثقة. عندما وثقت بلا حدود إلى درجة الاسترخاء والغرور أوصلتنا إلى هذا المأزق اللي احنا حصل في الماتش اللي فات. لأن لو أنت بقى صادفك كمان سوء بخت في المباراة دي ها، وبعد القرارات التحكيمية اللي ما خدش فيها حقك كالعادة خلي بالك، ما هو أنت مش بس في الدوري المصري اللي بيزوم كفايه كده يا عم، انت عايز ايه تاني؟ ده حتى في افريقيا ينظر اليك هذه النظره. طيب شفنا راي نجم عراقي كبير زي ما شفنا اراء تونسيه شقيقه. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل اصداء اخرى. اهلا بحضراتكم جديد، وما تخافش على الاهلي ما دام الاهلي وهو بيكسب عارف كسب ليه، ولما بيتعثر عارف سبب التعثر ايه، عشان كده بيعالج اموره سريعا. دي رؤيه كل الاشقاء لي، وهذا التقدير الكبير للنادي الاهلي. بعد الفوز على فاركو 4 مستر بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي شاف اللي حصل ده ازاي، نشوفه. حضرتك بتساله انت بتلعب 4-2-3-1 عشان فاركو بيلعبوا 3-4-3 زيك ولا ايه؟ هو بيقول لك اخر ماتش لعبناه في الدوري مع المقاصه لعبنا بنفس الطريقه دي وسجلنا 4 اجوان. And today we play the system and score 4 goals. وسجلنا لعبنا 4-2-3-1 وسجلنا 4 اجوان برضه. Yes, the last match against Sundowns we played a little bit different. وطبعا قدام Sundowns لعبنا بطريقه مختلفه شويه. You have your midfield right against Sundowns. انا وسط ملعب. Because they've got small passes inside. عشان بيعملوا اختراقات من وسطينا. لا بساط بينيه. And our problem against Sundowns was a goal. كانت مشكلتنا قدام Sundowns بس ان احنا ما سجلناش هدف. Only the goal. الهدف كان ناقصنا الجون بس. الحمد لله tonight we got the goals. الحمد لله النهارده جبنا اهداف. سجلنا اجوان. And I'm happy for our players to give our supporters hope to keep them going, to give them hope that we show that we are hurt and we are angry about the last match. مبسوط جدا من لعيبه البنات اللي جماهير اديتهم امل واديتهم قد ايه ان احنا قدام منفعلين ومتضايقين من ادائنا في نتيجه ماتش الاخير يعني. And our supporters deserve this. وجماهير تستاهل اداء. This is how to apologize to your supporters. النهارده النتيجه دي طبعا اعتذار منا، ده الاسلوب اللي احنا بنعتذر بيه لجماهيرنا، اسلوب اعتذار للجماهير. شكرا. ثانك يو. شكرا. زار. ارجو ان يستمر اعتذارك بقيه المشوار الافريقي تحديدا. الموقف لا يحتمل اي نوع من انواع الكبوات. طيب كابتن فاروق جعفر، نشوف رايه الجميل في الاهلي. النهارده الاهلي ادى شوط ما فيش اروع من كده. النهارده النادي الاهلي من بدايه المباراه اللعيبه مركزه، واللعيبه كمان اللي ما بتلعبش خلي بالك. يعني قفشه النهارده، شريف، محمد هاني. يا كابتن رجع لطريقه اللعب الطبيعيه اللي الاهلي بيلعبها فانتهت. هو على فكره الاهلي النهارده اتاثر لما خرج حمدي فتحي. لا انا اقصد لعب 4-2-3-1 العادي اللي هو حافظنا اللعيب اللي هو قفشه موجود بلاي ميكر 10 في المركز 10 بالظبط. هو بس انت النهارده عندك لعيب كمان لعيب عبد المنعم بقى لعيب كويس جدا، بيحضر بشكل كويس جدا، فارق في الهجمه اللي من تحت دي بصراحه جدا بالظبط. تحضير ده زي المدرب قاعد يحط الكوره وينزل تحت اللعيبه بيأدي بشكل كويس جدا. النهارده النادي الاهلي الشوط الاول ما فيش اروع من كده، وخصوصا من اول نص ساعه مفيش يعني. ممكن النادي الاهلي كان اول نص ساعه يجاب له 6 اجوال. وشفنا كابتن فاروق جعفر وهو بيقول الاهلي ما فيش اجمل من كده. ايضا تواصلا مع اصداء الاهلي وادائه، معنا من الجزائر المحلل الرياضي والكابتن والمدرب الزميل الكابتن حكيم السبع. مساء الخير يا كابتن حكيم. مساء الخير استاذ ابراهيم، ومساء الخير الاستاذ عدلي. اهلا مساء الخير لكل الجماهير الاهلاويه الاعزاء والشعب المصري الشقيق. تحياتنا ليك ولكل الاشقاء في الجزائر. الله يحفظك. كابتن حكيم، متابع اداء الاهلي في البطوله الافريقيه؟
اكيد. ومن لا يتابع اداء الاهلي في الاهلي كبير القوم في البطولات الافريقيه. طيب كيف ترى يعني خساره كبير القوم في مباراه سان داونز، وكيف تنظر لمباراه السبت مع المريخ السوداني؟ والله العظيم شوف، انا يمكن اني اعيد واسهب في كل ما قاله الزملاء المحللون في البرنامج وما قاله وما قلناه كذلك في الاستديوهات التحليليه، انه الاهلي الان هو ضحيه تعب وارهاق بدني نتيجه او جراء للظهور الكبير للمنتخب المصري في البطوله الامميه الافريقيه في الكاميرون مؤخرا، وكذلك أداؤه ووصوله إلى غاية آخر مباراة يمكن أن تلعب في البطولة العالمية للأندية. إذا الأهلي الآن هو يعيش في إرهاق بدني. موسيماني يحاول أن يعمل أو يعمل تبديلات أو يعمل رتوشات على الفريق لكي يبقى دائما يلعب على كل المنافسات، لأنه الأهلي من الأندية التي لا تلعب فقط على منافسة واحدة، يجب أن تلعب على المنافسات المحلية والخارجية. إذا هذا هو الفخ الذي سقط فيه الأهلي، وهو التعب البدني، إرهاق شديد. والدليل أنه أمام سان داونز الموسم الماضي، سان داونز خرج من الأهلي في الربع النهائي من بطولة إفريقيا أو تشامبيونز ليج إفريقية، لكن هذا الموسم نحن نعرف أنه موسيماني كان مدربا لسان داونز، موسيماني هو من فاز مع سان داونز بالتشامبيونز ليج. سان داونز فريق رئيس، هو فريق او نادي رئيس الكونفدراليه الافريقيه، هو فريق غني، فريق عنده كل الامكانيات يمكن ان يجابها الاهلي من ناحيه الامكانيات، لكن الاهلي سقط كما قلت في فخ التعب، ولكن كذلك هناك بوادر ان الاهلي وصل كذا مره الى مرمى سان داونز، ولكن سان داونز كان عنده حارس عملاق اسمه ميوني، وهو الحارس الزامبي، حارس المنتخب الزامبي، وهو كذلك بديل للحارس الاسطوره اليوغندي دينيس اونياغو منذ 8 سنوات. اذا الاهلي كان يواجه كذلك حارسا عملاقا، فقد عرف كيف يتصدى لكل محاولات الاهلي، والدليل انه امام فاركو الاهلي تمكن من تسجيل 4 اهداف ما لم يمكنه ان يعمله مع سان داونز، رغم انه شريف أو عبد القادر أو الطاهر حاولوا، لكن كذلك الشحات أو أفشا بتغييراتهم يعني أمام فاركو، خصوصا أفشا أمام فاركو تمكن من إعطاء الإضافة، والأهلي رجع إلى مستواه التهديفي، ولكن الأهلي يجب أن يعمل بحذر أمام المريخ السوداني، لأنه لو نعود إلى مباراة الهلال السوداني، هو لعب ضد فرق تتكتل دفاعيا في كتلة منخفضة جدا، والأهلي يستنزف بدنيا على غير عادة سان داونز الذي يعرف كيف يلعب الأهلي، يعرف كيف يفكر موسيماني، وهذا ما سهل له بعض الشيء المأمورية. كذلك نعود كيف سجل سان داونز الهدف، الأهلي ليس له أي خطأ، ولكن ممكن أن نقول أنه كذلك التعب وبعد الشناوي عن المنافسة الرائعة لعودته من الإصابة، هدف لا نقول انه يسأل عليه، ولكن ردة الفعل او غلق الزاوية كان جيدا، ولكن ردة الفعل كان غريبا اذ انه لم يحرك حتى ذراعيه، وهذا يعود كذلك الى النيروميسكيولر والفيزيال بيرسبشن، يعني تحس انه الشناوي بعيد نوعا ما عن المنافسة، وهذا ربما يمكن ان يؤثر عليه في مباراة سان داونز. لكن امام المريخ السوداني اظن انه المباراة ستلعب يوم السبت إن شاء الله، وأظن أن السيناريو سيكون كتلة منخفضة دفاعيا من طرف المريخ سيحاول بالمرتدات خطورا، خصوصا في عودة مهاجمين خطيرين جدا وهو سماني الصاوي وكصانع ألعاب وقلب هجوم وهمي وهو رمضان العجب. إذا الأهلي الآن هو مطالب أنه يعود في هذه المنافسة، وأظن أنه سيعود نظرا لأنه ستكون هناك مباراة هو يكفيه أن يفوز على المريخ وعلى الهلال ليرجع إلى المنافسة، والربع النهائي أو الثمن النهائي سيكون هناك كلام آخر، وأظن أنه بطريقة العمل التي ينتهجها موسيماني في تغيير اللاعبين، في استعمال كل اللاعبين في المباريات التي يجب أن يستعملهم فيها، ستكون بادرة خير على الأهلي فيما بقي من المنافسة إن شاء الله. كابتن حكيم، وانت بتتكلم على حارس المرمى الزامبي حارس سان داونز، ازاي شايف
الخطأ اللي حدث من الحكم رضوان جيد في عدم طرد الحارس برغم لمس الكرة بره خط ال 18. وهذا ما قلته أنا وقل وأعيده وأكرره، أنه سان داونز رئيسها الشرفي ورئيسها الأسبق هو موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. لو كان هناك فار لكنا رجعنا إلى الخطأ، ولكان مويني خرج بالبطاقة الحمراء. ولكن هذا يجب أن نلوم رضوان جيد، لأننا يجب أن نضع نفسنا في مكان الحكم كذلك. الحكم هو معرض إلى ضغوطات ذهنية، إلى تعب، إلى أداء بدني. إذن دعنا نقولها بدبلوماسية، هي هو خطأ إنسان، ولكن إن شاء الله أن هذه الأخطاء لا تتكرر في حق الأهلي. يعني الحقيقة رؤية ثاقبة جدا في كل الأمور، وعجبني جدا يعني إجابة دبلوماسية بتنطوي على إجابة يعني أخرى أخرى غير دبلوماسية. إحنا يعني عارفين إن سهرناك وإن الوقت عندك متأخر، متشكرين جدا جدا، وهنلتقي بإذن الله في القادم من الأيام أكتر من مرة إن شاء الله. إن شاء الله ونلتقي مع الأهلي في الربع النهائي والنصف النهائي ولمل النهائي بإذن الله إن شاء الله. شكرا جزيلا لكابتن حكيم سبع المحلل والمدرب الجزائري اللي ليه الحقيقة حضور كبير في الإعلام الخليجي بحكم تحليلاته الواسعة. طيب هنرجع لمباراة فاركو وردات الفعل. شفنا الكابتن فاروق جعفر ويتحدث على أنه الأهلي عمل مباراة ولا أجمل من كده. طيب الكابتن وليد صلاح الدين رأيه في ميزة الأهلي إيه بالظبط؟ نشوف. أهم ما يميز النادي الأهلي النهاردة أن أنت لما بتيجي تلعب بسيستم بتلعب بيه كامل، بمعنى أن أنا بلعب 4-2-3-1. نعم. بلعبها صح. طيب الثلاثة اللي تحت الفيرود لويس ميكسوني أفشة عبد القادر ليهم في كرات العالية؟ لا، يبقى أنا ألعب على الأرض، يبقى أنا أخترق من العمق، وده الكلام ده قلناه قبل المباراة. وبالفعل الأهداف كلها حلوة جدا، ثنائية أفشة وعبد القادر حلوة قوي، لعيبة كرة حريفة يقدروا يضربوا أي خط. وأنا قلت لحضرتك واتفقنا كلنا أن ناحية يمين فاركو أحمد عبد القادر مع أفشة مع علي معلول اخترقوا الجبهة دي بشكل كويس قوي. النادي الأهلي ما لعبش على تحضير، لعب ورا خط الدفاع. كابتن مجدي الله يكون في عونه، سيناريو صعب جدا ان انت في 12 دقيقه تكون مغلوب ب3 اهداف. نعم. لو كان عنده ريسك النهارده من وجهه نظرك طبعا طبعا الاهلي ضيع كتير. نعم. الاهلي لو احرز بيرسي تاو الانفراد، لو احرز محمد شريف، لو احرز عبد القادر. نعم. في حاجات سهله الاهلي يطلع بنتيجه اكبر من كده. بصوا طبعا ده بيدبه حكيم الكره. ايوه. فتملي بيبقى له يعني بصات كده لوحده. لكن نوصل يا استاذ ابراهيم ان احنا ننتقد الاهلي لانه الماتشات اللي بيكسبها اربعات ما بيكسبهاش سبعات وثمانيات، دي بتعكس في وجهه نظري يعني بتعكس ثقه وتقدير هائل جدا للاهلي، ولكن ايضا بتضع حمل وضغوط في طلبات غريبه جدا. يعني احنا كمان واحنا بنتفرج ما بقاش عاجبنا حاجه. يعني على طول كان المفروض يحصل. ودي بتفكرني لما كنت بحكي لك على محمود مختار التتش رحمه الله عليه، لما قابل الكابتن حلمي ابو المعاطي واحنا كاسبين السكه 6-1. فطالع مبسوط، مختار بيه مختار بيه، قال له فرحان قوي يا اخويا كسبان 6، ما انت مضيع 12. قال له الله يكون في عون السكه الحديد. فانت احيانا تقديرك لفرقتك ما بيخليكش يعجبك حاجه، ودي حاله احيانا تبقى خطر. لو زادت قوي تبقى حاله خطر، لانها بتدي عبء مش منطقي كبير كبير. لكن كابتن احمد حسام ميدو شايف الحقيقه هناك ميزه اخرى لدى بيتسو موسيماني والاهلي، نشوفها. انا من يومين ثلاثه قلت لكم وشرحت لكم موسيماني بيفكر ازاي. قلت لكم موسيماني في الماتشات بتاعت الدوري اللي هو شايف ان هو يبقى معاه استحواذ بشكل كبير هيلعب 4-2-3-1، لان قفشه بالنسبه له مهم جدا لاستلام الكره ما بين الخطوط، وان هو يعمل اللينك اب في الحته دي، الحته اللي بيفقدها في 4-3-3 شويه.
وده خلاص دي ميزه موسيماني ان هو ذكي جدا، ان هو اول حاجه بيحدد قوه المنافس وبيحدد طبيعه لعب المنافس، وبناء عليه هو محفظ لعيبته ثلاث طرق لعب، وكل طريقه ليها رجالها وكل طريقه ليها اللعيبه وكل وده عجبني جدا. هي دي الكره يا جماعه، وعلم التدريب الحديث، ان انت ما فيش حاجه اسمها ان اللعيبه المصريين زي ما يعني في مدربين كتيره جدا بيشيعوا القصه دي، ما فيش حاجه اسمها ان اللعيبه المصريين ما ينفعش تحفظهم اكتر من طريقه عشان ما يفكوش منك. على فكره عايز اقول لكم حاجه، في مدربين اجانب كمان بينزلوا مصر يقولوا لك كده، اهو الناس في الاهلي بيشتغلوا ب 3 4 3 كويس، بيشتغلوا 4 3 3 كويس، بيشتغلوا 4 2 3 1 كويس. طيب يعني دي نقطه مهمه جدا، انا شايف ان موسيماني عنده قدره تكتيكيه مرنه، والاهلي يقدر يلعب باكتر من طريقه، وسيبكم من اللي بيقول لكم اللاعب المصري ما ينفعش تحفظه اكتر من طريقه. الاهلي بالقماشه العريضه عنده بالتحديات الكتيره بيه، زي ما يعني سمعنا دلوقتي من اشقائنا هم بيقولوا ان النادي الاهلي ينتقل من هدف الى هدف، وفي كل اهدافك المحليه والاقليميه والعالميه انت مطالب انك تكسب وتكسب باستمرار. فمش هيجي الكلام ده الا لما تلعب بكل الناس، ولما بتغير العناصر بتغير الطريقه اللي بتلعب بيها، والعكس صحيح، لما تغير الطريقه لازم تغير عناصر، ما ينفعش انك انت في لحظه ما تقول انا ثبتت التشكيل. طيب احنا شفنا راي الكابتن فاروق جعفر، وخلينا نقف عند راي نجوم نادي الزمالك القدامى ومدربيه. ليه؟ لانه اولا دي رساله لجمهورنا، انه في ناس منصفه وفي ناس موضوعيه، ورساله ان انت ازاي تقدر يعني لما يكون ادائك بهذا القدر من الـ 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 الاقناع يكون المنافس المباشر هو اللي عنده هذا القدر من التقدير. مفيش اروع من راي الكابتن فاروق جعفر، ومفيش اكثر وعيا من راي الكابتن احمد حسام ميدو، ومفيش اجمل من راي كريم حسن شحاته. الاهلي يا جماعه خافوا منه لما بيكون خسران، خاف من الاهلي لما يكون خسران، بيبقى في حاله استنفار، بيبقى في حاله غل كروي، عايز يعني ينتقم. النهارده الاهلي خلص ماتش فاركو في 13 دقيقه، فالاهلي لما بيكون خسران بيبقى عنيف جدا. في فرق ممكن تخسر وتهمد او تبقى في احباط او ما تقومش بسرعه، فالنهارده كان الاهلي مركز جدا، عايز يخرج من هزيمه دوري ابطال افريقيا، وده يبين كمان ان النادي الاهلي بيعرف ازاي يعيد تركيزه مره اخرى بسرعه. دي ميزه في النادي الاهلي، من صفات الفرق الكبير، من صفات الفرق الكبير ان انت ازاي تعرف تخرج نفسك من الهزيمه وتبص في اللي جاي وتعوض الهزيمه. يعني النهارده جمهور الاهلي بعد ما كان زعلان وخساره الاهلي من صن داونز، النهارده الناس فرحانه باداء الاهلي. خافوا منه وهو خسران، وانا عايز اقول المفروض تخافوا منه وهو كسبان كمان، لكن انا بخاف منه وهو كسبان. انا بقى بتخاف عليه. بتخاف عليه وهو بخاف كسبان. عليه وهو كسبان، وخصوصا بيبقى مكسب مريح للاعتبارات اللي سمعناها برضو، ولاعتبارات الحدود والثقه، لانها احنا بشر، مهما قلت للناس خلي بالكم ما تخمش عارف ايه، انسى النتيجه، اقلب الصفحه، لا، ما انت عايش وجيرانك بتكلمك واصحابك بيكلموك واللي بالتليفون واللي بيقول لك ايه الحلاوه دي وايه الكلام ده. ف دايما عايزين نطفي اللمض قوي بعد كل مكسب كبير، ونرجع لحاله الزيرو اللي كان بيعملها لنا مانو جوسيه، كان ينكد على الفرقه باي سبب ويبتديهم يطلعهم من جديد عشان يقدر يستعيد الدوافع. كان بيخترع اي حاجه. بقول لك انا خدت بالي، قال لا احنا كل ما نكسب ما اتفرج على التمرير مفيش سبب يعني الحقيقه، ويهد التمرير ويروح داخل الملعب ويزعق وبتاع. وبعدين بعد شويه يدخلوا مجرى. على فكره انا هفكرك بحاجه، لانه ده كان له تفسير، فاكر الحوار الطويل اللي عملته معاه على الطياره واحنا راجعين من اليابان؟ يوميها مانويل في الحوار ده قال لي انا لما النادي الاهلي جاب لي العرض في 2001 اول حاجه نزلت المكتبه، اول ما جاله اول عرض للنادي الاهلي، فقال انا جبت شويه كتب في الادب العربي المترجم،
حاجه ملهاش دعوه بالاهلي. اه لنجيب محفوظ الشخصيه بقى. ايوه لنجيب محفوظ وللبنانيين، وقال لك عايز اتعرف على طبيعه العقليه العربيه. فتقريبا لما تعاملت معاكم ادركت ان انتوا غير ان ثقتكم في نفسكم قليله شويه في مواجهه الاوروبيين، لا كمان ما بتنفعش تنجزوا كتير وانتوا فرحانين. الفرحه بتستغرب تحت ضغط، لازم تبقى تحت ضغط، لازم الفرحه بتاخد وقت كتير معاكم. فعشان كده ده فسر لي اللي هو كان بيعمله، ان الاهلي يبقى كسبان بطوله اول يوم في التمرين يعمل اللي ماتس عالم نكد، ينكد على حد، يخطف ابو تريكه، يخطف وائل جمعه، يخطف بركات، يعمل ازمه مع اي واحد، ويصفر ويلغي التمرين ويزعق، بيحاول يخرج اللعيبه من مود الفرحه اللي هو شايف ان هم ما ينفعش يكملوا فيه. ده جزء على فكره من التاهيل النفسي اللي ربما كان اشار اليه ميسم عادل في حته انه الصلابه النفسيه مهمه شويه. طيب المهندس عادل اشار في اول كلمه في حلقه النهارده لفكره الازدواجيه، وبلاش تحسب لي، طب ما تحسب عليا انت ليه ما بتحسبليش وبتحسب هناك، فكره ازدواجيه المعايير في التحكيم. وده يعني يعني مش هقول لك انت ليه بتحسب لهم، احسب لي انا كمان. بس يعني امشي بمسطره واحده. دورنا على حالات التحكيم السنه دي بنهديها للكابتن عصام عبد الفتاح واللجنه الجديده اللي هتتشكل. يا جماعه النادي الاهلي الاكثر مسانده للتحكيم المصري في كل الفترات والعصور، والناس اللي بتتكلم دلوقتي وتقول النادي الاهلي ليه ما بياخدش موقف، يفتكروا انه حتى الكابتن صالح سليم عليه رحمه الله اظن موجود الفيديو الشهير وهو بيقول للعيبه احنا خدامين الحكام، انزل للملعب احنا خدامين الحكم، هيظلمك في واحده والتانيه مش هيقدر يظلمك في التالته، ما تحطليش الحكم في دماغك وتتعلل بيه، واصل انا ما كسبتش عشان الحكم ظلمني، الحكم هيغلط. ففكره بصوا كان الفلسفه ازاي احنا خدامين الحكام، عشان الناس بس تقول لا يا جماعه الحكام هيغلطوا، لكن احنا بنقول لحكامنا وبنقول للجنه الحكام النماذج النماذج اللي انت هتشوفها ديت نماذج كشف الازدواجيه. ايوه هي دي اللي ما بنقبلهاش. بس صفر هنا بنفس المعيار اللي اتصفر هنا، لكن بلاش حاله الحول دي، لانه في الاخر الحقيقه يعني ما بتشوفش الا في اتجاه واحد. كانت في بدايه الموسم كابتن سمير عثمان في قناه اون تايم سبورت يتحدث عن مباراه القمه اللي شهدت حاله الاحتواء واغرب تفسير حاصل في الملاعب. نشوف الكابتن سمير عثمان. لقاء القمه، هذه الفيديوهات واحده منهم ابو جبل بيتكلم فيها الكابتن محمد عادل بيقول له انت عايز النتيجه كام، قول لي عايز النتيجه كام وانا اوصلك للي انت عايزه. لما انا حكم واللعيب يقول لي كده انا ايه الاجراء اللي بتخذه؟ ده لو تم هو كارت احمر، انت بتشكك في ضميري، خلصت يعني انت مش بتعترض، ما الاعتراض ده اسمه سلوك غير رياضي. الانتقاد ده سلوك غير رياضي وبتاخد انذار. انما الحته بقى انت عاوز الماتش يخلص كام وخلصوا لك كام، لا انت بتشكك بقى في ضمير حكم المباراه، فتستوجب لا كارت احمر طبعا. انت هتطرده امتى؟ قال لك على طول ده تشكيك في ضمير حكم كان يستوجب كارت احمر. قال لك امال هطرده امتى؟ بس هو كان دخل في مرحله الاداره. ايوه المانجمنت. المانجمنت ربنا رزقنا بقى. انت شفت الكابتن عصام عبد الفتاح ومعانا على الطياره؟ الطياره طلعت فوق قلت له كده دخلنا في المانجمنت بقى. لا لا يعني يقوم يجي يعمل مانجمنت في امبارح في البار. ايوه طيب يعني شفتوا بداية حالة غياب المعايير أو عدم توحيدها، حارس يطرد بشكل مباشر في مباراة القمة. ما تقوليش بقى ده لو الشناوي عمل كده يطرد، يعني خلينا نقول برضو نجمع عينينا شوية. اللاعب لما يصل لدرجة إنه يشكك في ضمير الحكم مفيش أسوأ من كده، ويقوله كده ده بيقوله، مش سمعه بيقول لزميله فيقدر يفوتها. بالظبط ده بيقوله هو. عايزك هو دي النقطة اللي أنا عايز أقولها بقى يا أستاذ إبراهيم، أنت مش بتضحي بالعدالة، أنت بتضحي بالمكانة. إن إزاي الناس تنظر إلى التحكيم؟ ما هو أنت لو كنت
انت لما كابتن حسام البدري بص لمحمود عاشور، ايوه بصه طرده بمجرد النظر. انا عايز اقول ايه، طيب خلاص اذا كان ده معياركو طبقوا في كل الاحوال ثبته، يبقى انت في الحاله دي هيتعمل حسابك. لكن مره تسيب اللي بيشدك ومره تحاسب اللي بيبص لك. ما هو طيب الفار مره ينادي ومره ما يناديش، مره ينبه ومره يطنش، لكن الكابتن سمير عثمان في مباراه الاهلي والمقاولين نشوف سجل ملاحظاته ايه. عندنا في الدقيقه 22 هنلاقي في شد من مدافع نادي المقاولين بايد محمد شريف، في شد المفروض غرفه الفار يجيبها عشان في ضربه جزاء غير محتسبه للنادي الاهلي في الدقيقه 22. واتمنى من المخرجين بعد كده يعيدوا الالعاب دي، وحكام الفار لازم يبقى في اكتر تركيز. اخر لعبه في المباراه وهي طرد لاعبي النادي الاهلي، هنشوف طرده ولا لا، بس هنقف هنا في الكره دي وهنقول اربع حاجات. الاربع حاجات اما نقولها ولقيناها سليمه يبقى الكره دي طرد، لو في حاجه من الاربعه مش سليمه يبقى ما فيهاش طرد. اول حاجه الاتجاه للمرمى، اتجاه للمرمى موجود تمام. تاني حاجه السيطره على الكره، السيطره على الكره او السيطره المستقبليه موجوده تمام. عدد المدافعين دي بقى اللي احنا هنشوفها. لو اللعيب ده ما خبطش لعيب بتاع نادي المقاولين، عندي فيه عمرو، اعتقد ده عمرو السوليه. عمرو السوليه ده قريب منه جدا. الكره دي انذار، كنت اتمنى احمد يصمم على قراره لا. لان هي هجمه واحده وليست فرصه محققه. طيب احنا نتحدث هنا على حاجه مهمه جدا. تعال ناخد ضربه الجزاء والنتيجه 0-0 التي تم التغاضي عنها. انا مش هقول لك انت ليه بتدي المنافس ضربات جزاء، هنعتبر انك شفت حاجه، بس انت الحاجه دي لما بتشوفها عندي ما بتحسبهاش. ما هو اديني نفس الحق، لكن لما كل سنه هداف الدوري يبقى المدافع او اللاعب اللي بيشوط ضربه الجزاء او اللي بينافس على هداف الدوري هو اللاعب اللي بيشوط ضربه الجزاء، ده معناه حاجه واحده، انك انت بتحسب هنا وما بتحسبش هنا. فاحنا ده كان نموذج. الطرد بتاع فتحي ماشي، انت خدت بي 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 يعني بالسيناريو الأسوأ، انت بتمهد لحاجه. خلينا من الطرد دلوقتي كمل. طيب مباراه الاهلي وسموحه، ضربتين جزاء للاهلي ما اتحسبوش بمعايير واضحه جدا سجلها الكابتن سمير عثمان. شايفه هنا طبقا للتصوير ده ان في ايد لحارس مرمى، لحظه واحده حارس مرمى نادي سموحه، انا قلتها كذا مره، هنا لموا على بره، انا شايف في ايد هاني سليمان خبطه رجل لعيب النادي الاهلي، كنت اتمنى حكم الفيديو. يعني قرر حضرتك ان الكره ضربه جزاء للنادي الاهلي؟ انا شايفها ركله جزاء لان في تلامس يد. الحاله اللي بعدها حاله برضو اختبار داخل منطقه الجزاء لمحمود البنا، محمود البنا نجح في الاختبار بنسبه 100%. محمود البنا قريب احسن من عين في اي ار، احسن من عين من اي حكم تاني فيديو. هنا في احتكاك في لعب باهمال من لعيب نادي سموحه، ناس هيقولوا حتى لو لعب كوره يلعب الكوره، بس لما بتلعب الكوره برضو انت لازم تحافظ على سلامه اللاعب. شكل بالشكل ده بالاسلوب اللي دخل عليه دي ركله جزاء. تدخل غير مبرر برضو من حكم الفيديو نداه وفرجه على الصوره انه اساس لعب كوره، كنت اتمنى ان البنا يصمم على قراره عشان قراره الاولاني هو كان القرار السليم. الحته اللي جايه دي حته سيئه، سلوك غير رياضي، واتمنى الناشئين اللي بيتفرجوا على لعبه زي دي ما يتفرجوش عليها تاني. سلوك غير رياضي من كابتن هاني سليمان مش معقوله في دوري بالحجم ده، في دوري ممتاز الكره في اللعب يروح رامي الكره بالشكل ده، مش معقوله. يعني دي مش بتحصل في ماتشات الدرجه الثالثه. ثلاث اخطاء ولا اوضح لم يحصل نادي الاهلي على حقه فيه. انما اللي يدهشك ان الكابتن البنا وهو حكم يعني في رصانه شويه انه يبقى عمل ضربه جزاء يقوم الفار يندهله يلغيها مع انها بتوضح اكتر ان قراره صح. مش عارف استوعب يا استاذ ابراهيم، هو احنا بناخد قراراتنا بناء على ايه؟ على ان كفايه على الاهلي كده، ولا ما هو كسب وخلاص، ولا الكلام ده غلط.
انت لدرجه ان الهاني سليمان يرمي كوره تانية ما يتعاقبش وده موقف مكرر لا من الحكم ولا من ولا ولا عقاب اداري بعد كده، لان هو ما بيعاقبش في الماتشات التانية. ما هو انت التدليل التدليل لفرق على حساب فرق. النادي الاهلي بيتعامل بالشك الاقصى في كل حاجه، بالشك الاقصى في كل حاجه، شك في ضربه. وبعدين خلي بالك من الكلمه اللي اتقالت، هو لعب الكوره فعلا بس في تهور ادى الى تلامس وعرقله، لان حتى وهو لعب الكوره كان ممكن اللعيب يحصلها. انت مالكش دعوه، انت شايف في عرقله ولا مفيش عرقله؟ هي دي النقطه، ولذلك هنرجع لها، لان الواقعه بتاعت عبد الشافي امبارح قال لك لا طرقة لانه لمس الكوره، مفيش حاجه اسمها لمس الكوره. ايوه ده اللي استنزف قصبه رجل اللعيب. يعني ممكن تقطمها. ايوه وهو عبد الشافي انا عارف لعيب مش مؤذي ومهذب جدا ومحترم جداً، لكن ملهاش دعوه. لا يكفي، ده ملوش معنى. ملوش معنى، اللعبه دي عايزه ايه؟ الفار بيندهلك عشان نسيت تدي انذار. مش معقوله يعني. وبعدين على فكرة يا جماعة، حتى بالنسبة للتعليق، لأنه الكابتن أو الزميل العزيز الكابتن حاتم بطيشة وهو بيعلق، هو الحكم رايح يبص على الفار يقول له عبد الشافي ما يقصدش. هو فجأة احنا بقينا بنصدر أحكام كمان في التعليق، عبد الشافي ما يقصدش. وبعد كده تسمع بقى أحد مقدمي البرامج الكبار بالليل يطلع فيه شو تشبيه لعبد الشافي. عبد الشافي اللي عمره ما خد يا عمي ملهاش علاقه. يعني انت بتتكلم على نيته واخلاقه وسلوكه فوق راسنا من فوق. عبد الشافي لعيب محترم جدا سلوكه، بس احنا بنتكلم على خطا حصل، لان هي احنا مش بنعمل له فيش وتشبيه. يعني انا لما اكون راجل مش معقول سمعتي طيبه وفاعل خير يشفع لك، وبعدين اخبط واحده موته على السكه، ما تحاسبش لان الراجل ده عندك عمل خير تصير وسلوك. عملت غلطه. احنا بنتكلم على الغلطه دي، على الخطا نفسه مش على اللاعب، مش على سلوكه. لكن هو ده المعيار اللي بيحصل يا جماعه حتى في التعليق فيما يخص الاهلي. انتوا بتشوفوا مقدمي بعض البرامج وبتشوفوا بعض القنوات وبتشوفوا حجم التحامل اللي بيحصل على النادي الاهلي، وبتشوفوا باستمرار الحكم مضغوط عليه علشان يحسب ضد الاهلي، من المعلق من مقدمي البرامج ومن الحكام كمان الحقيقه. وفي واحده تانية، يعني احنا اتكلمنا على ماتش الزمالك في اخطاء لصالح سموحه الهلال. سموحه في اخطاء، المقاولين العرب، خد البنك الاهلي في اخطاء، خد البنك الاهلي ماتش الاهلي والبنك الاهلي، نشوف راي الكابتن سمير عثمان كان فيه ايه. دبش رقم 4 البنك الاهلي اعترض باسلوب غير لائق، اداله انذار. المفروض اللعيب اول ما ياخد انذار بيخاف على نفسه عشان الانذار الثاني، صح؟ انما انا واخد الانذار وافضل اشوح بالشكل ده للحكم حتى لو في الدقيقه واحد. انا بالنسبه لي النهارده كنت مصطفى الشهادي ده ممكن اقول ده احسن حكم في مصر وفي افريقيا هيكون لو طرد اللعيب ده. في الدقيقه 78 نفس اللاعب عمل خطا، بس الخطا ده ايه؟ افساد هجمه واعده، افساد هجمه واعده. اما نيجي نقف هنا بس بهدوء شويه نبص على حاجه بسيطه، حكم اهو الخطا قصاده، انذار سهل. انذار سهل. عارف انت مصطفى لو كنت طردت اللعيب ده في الدقيقه 4 او 5 والله كل لعيبه مصر هيعملوا لك 1000 حساب بعد كده في مباراه القدم، مش بيهزر خلاص. هو ده اللي بنقوله، ما تطبق القانون عشان يتعمل حسابك. لكن عمليه الصفاره بالاداره لا، ما تبقاش بالطريقه دي. في ناس بتظلم وفي ناس بتظلم. يعني انت بدورك مالكش دعوه، انسى كلمه الحكم خرج بالمباراه لبر الامان، لان دي كلمه بتنطوي على ان الحكم لم يكن عادلا، اضطر يتغاضى عن حاجات ليخرج بها لبر الامان. مش دورك البر الامان ده، مش دورك، هو مش بر العداله، مش بر الامان، هو بر العداله. الله. طيب لغايه امبارح بقى، لغايه الماتش الاخير اللي الاهلي وفاركو برضو احنا بنتكلم في 9 ماتشات، ادي 5 ولا 6. نشوف راي الكابتن الشناوي الحاله وهدف الاهلي الاول. مفيش لاعب من الاهلي متسلم، يعني الاثنين ولا لاعب، يعني الاثنين مش في حاله تسلل، مش في تسلل خلاص. الكره بتتلعب الاثنين يروحوا يجيبوا جون، ما فيهاش اي خطا على اي لاعب نادي الاهلي.
شوف الحاله اللي بعد كده برضه نفس الكلام. ايه هتلاقي مين اللي مغطي اللاعب اللي في الاخر؟ مظبوط اللي على الدايره بتاعت اللاعب القوس. برافو كابتن ايمن. نعم. وده رجله قدمه خلاص هنا اذا. نعم. طبعا هنا الكره صحيحه. نقف بس انا اعمل هنا بوز. ليه البوز ليه في الحته دي؟ لان كان اللاعب ده محمد شريف كان متسللا في الاول. هنا دي بقت خلاص لعبه جديده. نعم. نيو سيتويشن موقف جديد. تسلل مش موجود. يعني لو لعبها له وحط الكره في الجول هدف انتهى. نعم. الامر. فطبعا هنا حاله يعني مركبه شويه لكن طبعا الهدف صحيح ما فيهوش اي حاجه. نيجي. نعم. هنا يعني الانذار وفاول وانا بقول ان شوف بقى مين اللي بيلعب الكره. ميكي سوني. وبعدين بعد كده بشوف البوز اللي وراه بقى يا كابتن ايمن. بص. نعم. مين بقى اللي بيدوس على قدم الثاني؟ الاحمر اللي بيدوس على قدم لاعب الاهلي. فحسب الفاول متاخر وده الانذار لكن انا شايف ان لا فيها فاول ولا فيها انذار. يعني بقدرة قادر الجاني يتحول الى مجني عليه والمجني عليه يتحول الى جاني. الموضوع انذار لكن هذا الانذار قد يترتب عليه حرمان اللاعب في مباراه يحتاجها النادي. احنا بنتكلم على العداله. ايه المعيار اللي استندت اليه في هذا الانذار؟ يعني هو اللي له الفاول ياخد هو الانذار؟ يعني ده تشوف بقى في المقابل المعامله في الناحيه الثانيه ماشيه ازاي. نطلع لفاصل وبعد الفاصل نشوف المعامله في الاتجاه الثاني ماشيه ازاي. اهلا بحضراتكم من جديد ومتواصلين معاكم في حدوته الاحتواء. لكن المسائل عدت الاحتواء شويه لانه فعلا فكره الازدواجيه الشديده والواضحه جدا في عمليه المعايير في التحكيم اعتقد من دلوقتي الدنيا واضحه جدا الاخطاء ماشيه ازاي. امبارح في مباراه الزمالك وفيوتشر شفنا عبد الشافي الكابتن محمد عبد الشافي لانه راجل محترم وبقيه المسائل تتقيم بالسلوك. يعني انت سلوكك كويس من حقك تغلط وفي هناك ما يشفع لك. نيتك لا ما كانش في نيته عبد الشافي يتهور بالشكل ده. عبد الشافي لاعب ما بياخدش انذارات فيرجع المعلق لاحصاء فيلاقيه واخد انذارات كتيره. مش معنى ان الراجل ممكن بياخد انذارات فنيه نتيجه التحامات نتيجه لكن الكره زي دي وهو مع كريم نيدفيد امبارح اللي حد من المعلقين او من المحللين قال لك لا فيها قدر عالي من التهور. شوفوا دلوقتي امبارح لما حللوها قال لك اصل رجله وصلت للكوره. ومن شويه شفنا الكابتن سمير عثمان عن في مباراه الاهلي قال لك لا ما العبره مش وصل للكوره، افرض وصل في الكوره وصل للكوره وكمل في رجل المنافس. ما هو ده اذى او درجه عاليه من التهور. الكوره دي ما حصلش فيها. الغريب جدا انه الفار استدعاه والفار لما بيستدعيه لانه حكام الفار جوه في الاوضه شايفين انه فيه ثمه طرد يجب ان يحدث. انتوا متخيلين ان الحكم يروح يشوفها ويجي يدي كارت اصفر؟ يعني دي برضو غريبه تانية. انت يا عم الحنفي واحنا قلنا قبل كده مباراه زي كده لما تحط الحنفي او تحط معروف يبقى الموقف معروف وواضح واضحه جدا. لو شفتوا حالات كتيره هتشوفوا اداء الحكام دول بالذات في مباريات زي كده ماشيه ازاي. لكن يرجع يديله كارت اصفر؟ طب يعني انت وانت من الاول ما كنتش شايف حاجه خالص قال لك لا فيها كارت احمر خفضت المنسوب العقوبه شويه لاصفر. هو ده حاله الازدواجيه في المعايير. لانه لو نفكركم اليو ديانج لما الفار بيستدعي الحكم في مباراه الجونه بيقوم طارد اليو ديانج نفكركم بيها. طبعا هنا ادي الانذار الثاني اهو. نعم. هنا بقى انا عايز اقول حاجه. هو هنا بس الحاجات دي انا عايز اقول الحكم في المباراه وبيجري من المستحيلات ان يقدر حد لازم يكون لكن لو ما كانش عنده انذار وعدل الفار كان هيبقى طرد مباشر. الفار كان هيناديله. نعم. يقول له تعالى شوف ويقول له طرد مباشر. فطبعا هنا ده قرار صحيح من يعني ما الفار ما يقدرش يتدخل. خلاص لان هو اتطرد. نعم. ما مش هيتدخل. طيب ده الاسماعيلي وكان عنده انذار. الجونه بقى نفس الحكايه تدخل الفار واحنا هنا بنتكلم على سلطات تدخل الفار. ليه لما مع لعيبه الاهلي بيتدخل وبتسمع كلامه وفي حالات اخرى بيطنش عليه؟ نشوف ديانج مع الجونه.
هو احنا ليه بنجيب كده؟ عشان بنقول ان الفار لما يستدعيك عايز يستدعيك يوري لك حاله صارخه، مش حاله تدي فيها انذار. ف ده كان ابراهيم نور الدين في الجونة، كان ابراهيم نور الدين في الجونة. ايوه يعني وفكره انه اصله لمسها فما يعتبر، لا الكوره كان ممكن فعلا جت في قصبه رجل كريم كانت ممكن تاذيه يعني. طب انا قلت كابتن محمد معروف، وعشان اكون برضو مش متجني طبعا، فاكرين انتوا النطه والاحتفاليه بتاعت معروف في كوره للزمالك، لكن يا سيدي سيبك من راينا احنا، روح لراي كابتن جهاد جريشه وهو واحد يعني لسه الراجل قلع الشورت والفانيلا لسه بحموته عن مباراه الزمالك وسيراميكا، نشوف الكابتن جهاد جريشه سجل ايه على الكابتن محمد معروف في مباراه الزمالك مع سيراميكا. القرار واضح وصريح، ماسك ودافع في نفس اللعبه، هي عباره عن يعني شفنا الماسك اهو والدافع من لاعب 24 زمالك، ماسك من رقم 3 طارق حامد، والدافع من اللاعب رقم 24 المسلوسي، وبالتالي ركله جزاء صحيحه لم تحتسب. الغريبه في اللعبه ان حكم الفار ما استدعاش الحكم عشان يشوف اللعبه، يديله فرصه ثانيه يقيم اللعبه ويشوفها. اللعبه دي كانت في الدقيقه 91، الدقيقة 91 يعني مؤثرة جدا في نتيجة المباراة، كان الزمالك متقدم 1-0، وبالتالي في ركلة جزاء لم تحتسب لسيراميكا. الحقيقة هي غريبة، بس بقت مش غريبة. لأنها متكررة مما يدل على أنه الخطأ واضح، والغريبة أن الفار ما تدخلش. ما هو مش هتدخل لأن هو عشان واضح. عشان واضح. أه. ومعروف. عشان خطأ واضح ومعروف، وده رأي الكابتن جهاد جريشة، كمان رأي الكابتن أحمد الشناوي، نشوف. خش على الحالة اللي بعد كده وهي حالة ركلة الجزاء، هل في ركلة جزاء؟ مفيش ركلة جزاء. طبعًا معروف قريب لكن ما يشوفهاش. لكن الفار أنا عايز أقول ليه ما ندلوش نشوف؟ أما يحسبش، بص اللاعب النهارده مسك، ساب نمشي، بص بقى ده بيشد، تاني وبعدين جابه إزاي؟ التاني جه بص الايد والدفع بتاع المسلوسي، بص ايده بيزق ازاي بايده، خلاص اذا في دفع اسقطه خلاص. هنا بعتقد ان الخطا موجود وكان لابد من احتساب ركله الجزاء. طبعا كابتن الشناوي احنا هنا بنعرض صوره عشان الحقوق، لكن كابتن الشناوي كان بيعرض حركه يعني شايف اللقطه مره واثنين وثلاثه من اكثر من زاويه، او كل المحللين اللي اكدوا على ضربات الجزاء التي لم تحتسب، وحتى الموقع بتاع سيراميكا قال لهم يعني طب انتوا حسبتوا امبارح دي ضربه جزاء، ما حسبتولناش اللي اوضح منها لينا ليه؟ ليه صحيح؟ على بلاطه كده. فاحنا يعني هي الفكره عشان سيراميكا بس عشان على بلاطه يعني ايه الفكره؟ انك انت طيب يا سيدي انت بتدي الزمالك حقه، ادي الناس حقها. ايوه ما هو برضه ده عشان سيراميكا كان قدام الزمالك. لو الوضع معكوس كان الزمالك يعني لو اللقطه دي لصالح الزمالك كان هياخدها. هي بالظبط. وده اللي احنا بنقوله يا جماعه، احنا مش بنطالب انك تسلب الزمالك حقه اطلاقا، ادي له حقه ما دام ده مستحق، وادي الاهلي حقه، وادي سيراميكا، وادي البنك الاهلي حقهم. لكن كمان حتى غزل المحله يا عم، ادي غزل المحله حقها قدام الزمالك بشهاده شهود الشناوي وجهاد جريشه. بص بقى اللعيب بياخد الكره تاني، هو ما خدش الكره. نرجع اللقطه دي يا ادهم، ارجع اللقطه وهو بياخد الكره، اللاعب بياخد الكره. بص يا كابتن نمشي بقى، هو بياخد نمشي لما هو بياخد الكره تاني. بس نقفز، لو هو قبل الكره دي لو خد الكره بعد كده زقها في اي اتجاه تاني استمرار لعب، لكن خلاص بعد كده انتهى. انت عقد لا خدت الكوره ولا عملت حاجه، واعقت حركتي من انا اوصل للكوره بتاعتي انا بلعبها وانت منعتني من الوصول ليها. فبالتالي هتقول لي ان اللاعب حركه جسمه والميكنه بتاع جسمه والكلام ده كله، في كره القدم مفيش الكلام ده. حركتك انت مسؤول عنها، ان اعاقت هتعاق، ان ما عاقتش مش هتعاق. فبالتالي هنا الاعاقه واضحه،
دي معانا اعاقتين في لقطه واحده، الحكم شافها وما اقتنعش بيها مع حكم الفار. بص كده مع بعض، رجل عواد اولا مع رجل المهاجم، وبعد كده الاعاقه بالرجل بعد كده بالايد بعد كده من عواد في الرجل معايا اهيت، رجل عواد الشمال مع رجل المهاجم الشمال، وبعد كده الايد الممتده بتاع عواد عملت اعاقه ثانيه ووقع المهاجم، لكن الحكم لما شافها في الفار هو عدا له كم مرة. عندنا إعاقتين الرجل والإيد، إعاقة مزدوجة من حارس مرمى الزمالك مع مهاجم غزل المحلة. الحكم لما شافها ما اقتنعش بيها، لكن في الآخر دي ركلة جزاء صحيحة لفريق غزل المحلة لم تحتسب في الشوط الأول. طيب الزمالك بقى هو بياخد 7 ضربات جزاء من 9 ماتشات ولا من 10 دلوقتي. طيب هو يستحقها؟ طيب كام ضربه جزاء قلنا لكم عليها دلوقتي لم تحتسب على الزمالك امام المنافسين؟ الموضوع مش قضيه زمالك، الموضوع قضيه الحكم. هو انت يعني حب نفسك، لان ده في الاخر انت بتقيم من زمايلك دلوقتي، ما بقاش الدنيا هتعدي كده، وده تاريخ في الاخر. الناس هتقول لك عملت وعملت 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 وعملت. فالحقيقه يعني نتمنى المحله دي السنه اللي فاتت وضاع مننا يعني الدوري، ما احنا خسرنا. ايوه واخد بالك؟ هناك كان لينا ضربه جزاء والجون اللي جه فينا مش فاول اصلا، وفي حاله طرد واضحه صريحه صريحه لم يعني اللاعب منفرد ومدافع المحله بيشده وما معهوش حد تاني يعني منه للجول، كل 3 أخطاء مؤثرين في نتيجه المباراه وكلها ضد الاهلي. نفس المحله هي ليها بقى اخطاء لصالحها امام الزمالك ما بتاخدهاش. يبقى مش مقصود مجامله المحله، لا المقصود مجاملة الزمالك، عرقلة الأهلي ودعم الزمالك المنافس. وهنا خلاصة المسألة دي يا جماعة، بعد كل الحالات اللي انتوا شفتوها، وأعتقد احنا ما بنتكلمش كلام مرسل ولا اتهامات جزافية، احنا بنتكلم على وقائع ثابتة مش برأينا، وده اللي دايما منهج ملك وكتابة، احنا بنتكلم على صورة ورأي خبراء التحكيم بشكل واضح وصريح، ان هناك حالة من الحول في تقدير الأخطاء اللي بتحصل، بتشوف حاجة وما بتشوفش حاجة، المعايير مش واحدة، ما عندكش مسطرة واحدة. ده اللي احنا بنأمله وبنتمناه على لجنة الحكام في تشكيلها الجديد اللي هيعلن. يا جماعة ادي الزمالك حقه، وادي الأهلي حقه، وادي المحلة، وادي طنطا، ادي كل فريق حقه القانوني. انسى حكاية إن أنا مرة ألاقي الفار ناشط وشغال ومنتبه ويطلع وتعالى ويحفر ويبص ويطلع ويطرد ديانج، ومره يتغاضى عشان يحاسب بالنوايا. السنه اللي فاتت المصري اللي اتحسب عليه ضربه جزاء في اخر ثانيه في الماتش. أيوه. وهو له فاول قبليها. أيوه. يعني في نفس اللعبه لو بدا اللعبه من اولها ما يعملش كده، ما الفار يندهله وريله اللمسه وما يوريلوش الفاول يعني. للاسف نتمنى ان الكلام يكون واضح وصريح، وكفايه احتواء، كفايه احتواء بجد. ده كان مجمل القول في ظاهره التحكيم السنه دي، لكن يبقى هناك كلام كثير في الشموع الحمراء عن فؤاد باشا اباظه. وانا قلت لكم هذا جزء من سر عظمة وقيمة النادي الأهلي، أسسه نبلاء القوم وتلقفه كل أبناء الشعب، فكان هو النادي الأهلي. نشوف في هذا التقرير بعض من ملامح فؤاد باشا أباظة. فؤاد أباظة باشا
أحد أفراد عائلة الأباضية الشهيرة، يعد واحدا من أبرز الشخصيات في تاريخ النادي الأهلي وفي تاريخ مصر الرياضي. ولد فؤاد أباضة باشا في منيا القمح في 23 من يوليو عام 1890، وفي بعض المصادر عام 1892. لعب في فريق الكرة بالنادي الأهلي من عام 1915 حتى عام 1920. وارتبط فؤاد أباضة بالنادي الأهلي حيث تولى أكثر من منصب، حيث كان عضواً في اللجنة التنفيذية للنادي في الفترة من عام 1916 حتى عام 1919، وسكرتير الكرة عام 1916، وأمين الصندوق من 6 فبراير عام 1919 حتى 19 مارس عام 1920، وسكرتيراً للنادي من 3 ديسمبر عام 1920 وحتى 24 نوفمبر عام 1922، وعضواً في اللجنة العليا مجلس الإدارة من عام 1925 حتى عام 1939، ووكيلاً للنادي من عام 1939 وحتى عام 1944، وعضواً باللجنة المالية من عام 1917 حتى عام 1920، ووكيل شرف النادي في عام 1945. كما كان أحد رجالات النادي الأهلي الذين تحركوا من أجل تأسيس اتحاد مصري صميم لكرة القدم في عام 1921، حيث وجه الدعوة إلى جميع الأندية لتأسيس الاتحاد المصري، واجتمع مندوبو الأندية ولاعبو الكرة برئاسة جعفر ولي باشا وكيل الأهلي الذي قاد فريق عمل تأسيس الاتحاد، وانتخب الحاضرون فؤاد أباضة موجه الدعوة ومحمد صبحي الإتربي ويوسف محمد من أعضاء النادي، ثم انضم إليهم رياض شوقي، ووضعوا القانون الذي كان على أساسه إخراج هذه الفكرة إلى الوجود. وعين فؤاد باشا أباضة وكيلاً لأول اتحاد مصري لكرة القدم من 13 أكتوبر عام 1921 حتى 21 سبتمبر عام 1925، ثم كان عضواً بمجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية من عام 1938 وحتى عام 1946. كما كان فؤاد أباضة مديراً للجمعية الزراعية الملكية ورئيساً للجنة القطن المصرية المشتركة، وكتب مقدمة كتاب الفلاحون لمؤلفه هنري حبيب عيوط، والذي نشر في عام 1942، وكان رصداً لجهود الفلاح المصري عبر التاريخ. حصل فؤاد باشا على رتبة البشوية في 15 فبراير عام 1937، كما حصل على نيشان إسماعيل ووسام الاستقلال المملكة الأردنية ووافته المنية في عام 1960. يعني فؤاد أباضة رحمة الله عليه، فؤاد باشا أباضة، تقلد تقريبا كل المناصب في النادي الأهلي، وهو مؤسس عائلة الأباضية، يعني هو شارك في تأسيس النادي الأهلي وغرس شجرة الأباضية في الأهلي. والأباضية كان فجري باشا يقول لك احنا قبيلة، احنا مش عائلة، وده حقيقي لأن عدد أفرادها كان عشرات الالاف. يعني لو كمان لاحظ تكرار الاسماء، يعني داخل القبيله الاباضيه الاسماء متكرره، يعني لا ما هو لطفي وفكري واول، ايوه طبعا. يعني انت حتى الان فؤاد اباظه، احمد فؤاد اباظه اللي هو عميد نواب الشرقيه، عميد نواب مجلس النواب الشرقيه، بس دي كل العائلات الكبيره كانت فيها الظاهره دي، تداول الاسماء خمس ست اسماء وتلاقيها عايشه يعني. لا كان في حرص، كان في حرص ان الابن يسمي اولاده على اسماء ابائه وجدوده، فتفضل شغال، فتفضل تتوارث الاسماء. لكن انا اللي يعنيني ان احنا بنشوف الارتباط بتاع الاسر، ان النادي الاهلي مجتمع اسري. يعني كابتن خطيب لما يجي يقول لك عائلتي الاهلي، هي دي في ضربه في جذوره، ايوه، مستعيد الحميميه دي، هي عائلات. ولذلك تجد في تقاليد راسخه جوه النادي الاهلي،
لان هي. العائلات ليها تقاليد ومتمسكه بيها. ولما بيبقى لك تقاليدك انت بتحترم حقوق الاخر. ايوه. وبتحترم تقاليده، فتبص تلاقي النادي الاهلي ماشي مجتمع صحي جدا. جدا. واي خطا بيتعمل خلي بالك انك انت ما تقدرش تقول ما عنديش اخطاء، انك ما تضمناش، ولكن لا تقف مكتوف الايدي امام الاخطاء. ايوه هو ده. تواجهها. هو ده الفرق. وتصوبها. هو ده الفرق. لا تقبل بالخطا وتعالجه سريعا. طيب ده كان ملمح من ملامح شخصيه اهلاويه بتمثل حاله من الشموع الحمراء اللي اضاءت هذا الطريق الواسع، لانه الحقيقه الاهلي ما كان له ان يصل الى ما وصل اليه اليوم من قيمه ورفعه ومكانه وشعبيه جارفه. اديكوا شفتوا اصداء الاشقاء عن النادي الاهلي واصله لفين لولا مثل هذه الشموع الحمراء التي اضاءت تاريخ النادي الاهلي بشكل عراقه. صحيح. لكن اذا كانت هذه هي الشموع الحمراء فاخيرا في مجلتنا اليوم ومن 40 سنة النهاردة صدر العدد من مجلة الأهلي يحتفي باستعادة الأهلي لصدارة بطولة الدوري بعد الفوز الكبير بالرباعية، وأيضا يجهز الأهلي معنويا لخوض مباراة فيها تحدي كبير أمام المريخ السوداني، وأيضا أمام بيراميدز اللي هتكون إن شاء الله تعالى يوم الثلاث. إذا كان ده غلاف مجلة الأهلي النهاردة فماذا كان من قبل؟ نشوف التقرير. مجلتنا في عددها رقم 258 والصادر يوم الجمعة الخامس من ربيع الأول لسنة 1399 هجرية الموافق الثاني من فبراير عام 1979 ميلادية جاء عنوانها الرئيسي خطوة كبيرة نحو البطولة، الأهلي يهزم المقاولون 2-0. كما تصدر خبر تحديد مصير عملية الغضروف لنجم الفريق وقتها الخطيب الغلاف، كما في الصفحة الأولى عنوان مهرجان أهلاوي للسباحة في جنيف. كما ألقت الصفحة الأولى الضوء على 5 مباريات تقام اليوم في مسابقة الدوري، وأبرزت خبرا بعدم إذاعة باقي مباريات الأهلي والزمالك في الدوري تلفزيونية باستثناء مواجهة الفريقين في الدور الثاني والمقرر لها يوم 22 من مارس. كما أبرزت الصفحة الأولى خبر فوز فريق آنسات الأهلي لكرة السلة على الزمالك بنتيجة 56-38 على ملعب الزمالك. كان الفريق قد فاز في الدور الأول بنتيجة 55-32. كما أعلنت المجلة عن بدء فريق المستقبل الذي تم تكوينه من ناشئي الأهلي نشاطه تحت إشراف عمرو أبو المجد مدرب الفريق. وأفردت المجلة في الصفحة الثالثة تقريرا كاملا عن مباراة الأهلي أمام المقاولون تحت عنوان الأهلي يستعيد مستواه ويواصل مسيرته نحو البطولة. وكشف التقرير أن الأهلي قدم مباراة كبيرة ضد المقاولون في الشوط الثاني وسجل لاعبوه هدفين جميلين. وتساءلت في الصفحة ذاتها هل ينجو الخطيب من عملية الغضروف؟ وأشارت إلى أن التشخيص النهائي للإصابة يتم اليوم. وعلى صفحتين كاملتين أبرزت المجلة تفوق براعم الأهلي في بطولة جنيف الدولية للسباحة، وأشادت بتألق جيهان عبدالله الأهلاوية التي تحدت سباحات أوروبا. وكتب الأديب الساخر أحمد بهجت في مقالته عن جنرالات الكرة مشيرا إلى أن هوايته كانت مشاهدة مباريات الكرة، أما الآن فهي الاستماع لمناقشة جنرالات الكرة والتي وصفها بأنها متعة فكاهية لا نظير لها. وفي الصفحة الثامنة تحدثت المجلة عن عيد الوفاء ويوم مختار في الأهلي، وكتب الدكتور مصطفى الديواني عن ذكرياته مع التتش، بينما كتب المهندس عدلي القيعي في عموده الثابت 5 أهلي عن الراحل الخالد ورائد الرياضة المرحوم مختار التتش، وكيف كان رحمه الله يتحمس للفوز ولكنه لا يتوانى عن التنازل عن كل ذلك إذا تعارض مع موقف أخلاقي أو مبدأ، رافعا شعار الولاء قبل المصلحة والأخلاق قبل النتائج. وكشف القيعي عن تعلم الراحل صالح سليم من أستاذه التتش عند بداية توليه مسؤولية إدارة الكرة في الأهلي ليصبح تلميذا مخلصا في مدرسة التتش ويتخذه مثله الأعلى الوحيد.
بسرعه كده يعني فعلا الفقره دي بترجعنا بنسترجع نكهه وطعم للنادي الاهلي كانت الناس لازم تشوفه. الاهلي في جنيف في السباحه، فريق الامل اللي هو مكون من ابرز النجوم، كلها افكار احنا ما زلنا نقول عايزين نمارسها، لكن كان الاهلي بيمارسها قبل عصور الاحتراف. فالاهلي والله مبني صح قوي بصراحه يعني. الاهلي مبني صح قوي عشان كده وصل الى ما وصل اليه، ونحن وصلنا الى خط النهايه. دمتم للاهلي دائما، ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في التاسعة مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.